معلم بس اسمعني شوية. اسمعي بس يا أستاذ كمال. اللهم طولي كروح. ها يا عم عايز تقول ايه؟ بسم الاب والابن. يا ابني هو انا عملت لك حاجه؟ ما انا بسمعك اهو. تعال تعال يا استاذ كمال، تعال اتفضل استريح. اتفضل استريح يا استاذ كمال. مجد سيدك يا معلم. المجد لاسمه العظيم. هو مش المعلم موسى صاحبك وحبيبك؟ اه صاحبي وحبيبي واخويا شقيقي كمان. واحنا مش من جيران من زمان؟ والدي الله يرحمه كان برضه صاحبك وحبيبك. اه ابوك الله يرحمه بقى كان صاحبي وجاري واكتر من اخويا. طب امال ايه بس يا معلم؟ يا استاذ كمال يا استاذ كمال، هو انا بتكلم لو اندي لا مؤاخذه؟ انا مش فاهم فيها ايه بس لما تكلم المعلم موسى. يا ابني يا ابني المعلم موسى سيف ما بيدخلش الصحوبيه في المسائل اللي زي دي. المعلم موسى الشغل عنده شغل والصحوبيه صحوبيه والخدمه خدمه. ثم انت اصلا عايز ايه؟ هنعيده تاني يا معلم. ما انت عارف اني محتاج شقه مش شقه اياهم. شقه مش شقه اياهم؟ هو انت مش واخد واحده؟ عايز واحده تانيه يا معلم. واحده تانيه؟ ليه؟ ايوه يا معلم انت عارف الظروف. خلاص خدها من الشقه الاستثماري. استثماري؟ يعني ايه يا معلم صليب استثمار؟ ايه يا معلم؟ يعني ايه استثماري يا معلم؟ انت يالا يا جماجم. يعني ايه يا معلم استثماري؟ الواد ده راح فين؟ واد يا جماجم، حد شاف جماجم؟ يا جماجم الواد ده راح فين؟ راح فين يا معلم؟ انت يالا يا معلم يعني ايه استثماري يا معلم؟ ربنا يسامحك على الصبح يا دي يا جماجم، انت مش عارف ايه يا استاذ كمال اللي قومك من مكانك؟ اتفضل استريح. صباحية ايه اللي على الصبح دي يا رب؟ الواد ده كل يوم يصبحني بمصيبة، ربنا يستر. ما قلتليش يا معلم صليبي يعني ايه استثماري؟ انا اقول لك يعني ايه استثماري يا سيدي. المعلم موسى بنى برجين، خلى واحد للخدمه، بمعنى ان الشقق اللي فيه بتتباع بثمن تكلفتها لشباب الكنيسه بس، والمعلم من محبته برضه ما بيدفعهمش ثمن الشقق ديت كاش، ممكن كمان يقسطها لهم، ودي يعني لحضرتك شاري واحده منها لا مؤاخذه يعني. اما بقى البرج الثاني فده بقى اللي اسمه استثماري، لان الشقق اللي فيه بتتباع بثمن تكلفتها زي سعر السوق بالظبط. ايوه يا معلم بس ده اكيد تمنها غالي عليا قوي. طبعا اكيد. ايه يا استاذ كمال انت ما بتسمعش عن اسعار الشقق اليومين دول؟ الا قول يا استاذ كمال انت عايز الشقه الثانيه ليه؟ عشان اخويا يا معلم، انا شايف ان هو محتاج شقه وانا شايف ان اخد له واحده. ولا انت رايك ايه يا معلم صليب؟ ايه يا معلم في ايه؟ انت مش مركز معايا ولا ايه؟ كلامك صح كلامك صح. في ايه يا معلم؟ ظاهر ان في حاجه بتلعب تحت هدوم الواد جماجم. انت شفت حاجه ولا ايه؟ اه يا عم اهي الظاهر في قطه ولا كلب. طب تقلقنا ليه؟ ما تقف كويس. سلام. طب بص يا معلم انا هجيب عصايه، اسحب انت الجلابيه وانا هضرب على طول. بص هتلاقي في عصايه جنب باب القهوه. طيب يلا بسرعه. شومه كده حلوه؟ شومه يعني؟ ها شومه يا ابني دي عصايه مقشه. مش مشكلة بقى اللي لقيتها جوه. طب يلا يلا معلم عد. انا هسحب الجلابية. ايوه وانت تضرب على طول. خلاص ايوه يلا. واحد انا هسحب الجلابية. ايوه معلم وانت تضرب على طول. ايوه معلم بسرعة. خلاص يلا اهو انا بقى هسحب الجلابية وانت تروح ضارب على طول. ماشي ماشي معلم. يلا واحد اتنين تلاتة. ايه ده يا معلم؟ كنت فاكر فيها قطه طلع؟ واحز انت ياض انت ياض يا جماجم. واحز ايه يا واحز؟ ايه يا معلم صليب؟ واحز يقصد لواحز البنت خطيبته. ما انت عارف جماجم لسانه تقيل حبتين. ده تقيل قوي يا معلم صليب. نعمل له ايه بقى يا استاذ كمال؟ نعمل له ايه بس؟ واحز
قضي عليا يا واحد. ايه يا معلم صليب في ايه؟ واحد. ايه يا استاذ كمال بيحلم بيحلم هنعمل له ايه؟ هو الموبايل بتعرف فين؟ موبايل ايه يا معلم صليب؟ واحد قضي عليا. ثانية واحدة ثانية واحدة. يا معلم ما تسيبنيش. ثانية واحدة. الحقني يا معلم صليب. قضي عليا واحد. انت ايه يا معلم صليب الحقني. في ايه؟ ايه بس؟ يا معلم صليب الحقني يا معلم. في ايه يا معلم صليب؟ الحقني يا معلم صليب. الحقني يا معلم صليب. اللي انت عامله في الراجل ده كده تبهدل الراجل. جاتك الغم ايه يا بنوم اهل الكهف؟ تفوق كده بالير يا قلب. صباح الخير يا اخويا. بالير يا استاذ. صباح النور من بعيد. ايه يا مالك في ايه؟ تفوق كده. يلا قول اعمل لنا كوبايتين شاي. اي انت هتحكي معايا؟ يلا قول. حاضر حاضر. واد لاسع اعملهم في الغلايه عشان يخلصوا بسرعه يا ابني. انا علقت عليها. اوعى تزعل منه يا استاذ كمال. انا اتمرمطت هنا يا معلم. هو واد غلبان ويعني يعني على قد حاله كده وواحد يشغله برضه يقوم صوته. الابن الاليب. ايه ده؟ ابن اليب. انا قلت هي صباحيه منيله بستين نيله. يا جماجم يا ابني. هلا. انا قلت لك عايز اشرب ايه؟ ايه؟ انا قلت لك عايز اشرب ايه؟ ايه قلت لك عايز اشرب ايه تاني؟ ايه لا سمعهم عايز اشرب ايه؟ ايه ولما انا قلت لك عايز اشرب ايه شاي الباشا ما عملش الشاي ليه؟ اقول يا حبيبي الابن افيد افيد الابن احي احي يعني علشان اللبن مفيد وصحي انت عملت لنا لبن. لا فيك الخير يا جمال. الله يا فيك الخير. احنا مش عايزين نودي جمالك فين. فعلا صحتك في العلبه دي. انت يلا هتشربنا على مزاجك. هتشربنا على مزاجك. غور يا غور خد الزفت دوت واعمل لنا كوبايتين شاي. حاضر. جاتك الغم على الصبح ما تنساش تعملهم في السكريه. تجيب السكريه يا اخويا. اجيب لك الاوكريه. الاوكريه ابو ربع لسان. اوكريه حالته حاله. ولسانه تقيل حبتين. يا سلام على موسى. ما شاء الله. بقى الباشا قاعد هنا ولا على باله يطلب في شاي وقهوه ومسكافيه ولا على باله. في ايه بس يا معلم موسى؟ في ايه يا معلم موسى؟ معلش انا المحقوق يا صليب. ما اللي فيه ده يا اخي ما يبطلوش. مش عارف اعمل معاك ايه يا صليب. ايه يا عم بس مالك داخل علينا قفش كده؟ ارشم الصليب سمي اخو. صبح عليا. صبح الراجل الغلبان ده. ماشي. صباح الخير يا صليب. صباح الخير يا اخويا. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير يا استاذ. اهو اديني قعدت. ايه يا عم مالك داخل سخن علينا كده؟ احنا اتفقنا ايه على ايه امبارح؟ امتى مش فاكر؟ امبارح على الترابيزه دي الساعه 6 المغربيه. حق ربنا مش فاكر. خلاص يا صليب لما تفتكر ابقى اكلمك وارد عليك وابقى يا عم عمك. يا عم انت حمقي كده بس ليه؟ ما تهدى في ايه بس مالك؟ يا صليب انا قاعد من الفجر الساعه 4 الصبح انا والعربيات الرمل وزلط والسواقين مستنيين العمال اللي الباشا هيبعتهم ولغايه دلوقتي مفيش حاجه جت. فين العمال يا صليب؟ طب ما رنتش عليا ليه يا اخي؟ نتش عليك ليه؟ ده انا الموبايل صرخ يا اخي صرخ من كتر رن عليك. حق ربنا ما جاتليش ولا رن. ويجيلك بقى ويجيلك رنات منين؟ اذا كان الباشا طافي الموبايل بتاعه. شوف برضه اللي افترى هتقول لي قفل الموبايل. يا عم اهو الموبايل اهو ولا مقفول ولا لا مؤاخذه يا معلم اصله فصل شحن. نسيب احنا المواضيع الاساسيه ونقول الموبايل فصل شحن وما فصلش شحن. يا صليب يا صليب ده اكل عيش ناس. حرام عليك حرام عليك يا اخي. ده الكتاب بيقول اعطي الاجير اجرته قبل ان يجف عرقه. وانت حاطط ايد ده انت مش حاطط ايدك في ميه بارده انت حاطط لوح تلج يا اخي. لا حول الله. ايه يا موسى في ايه؟ 10 دقايق يا معلم. 10 دقايق لسه؟ استنى يا صليب 10 دقايق. فين العمال اروح اجيبهم بالعربيه؟ يا عم تهدى علينا هبعت الواد جماجم يجيبهم لك ويجي. 10 دقايق بس. لسه هتفق ولسه اشوف ولسه. صليب الكلام ده ما ينفعش.
انت تروح كده زي الباشا للعربيات اللي مستنيه وتقول لها النهارده بخ ما ينفعش يجوا بكره وحساب النهارده علينا، وتخطف رجلك زي الباشا وتشوف لي خمس عمال جدعان وخلص بقى. ماشي يا سيدي المعلمين، بس وحساب انت النهارده عليك. ماشي ماشي يا معلم، صحوبيه صحوبيه والشغل شغل. ماشي ماشي يا سيدي المعلمين، ازوق انا دلوقتي بقى. ليه خلاص يا جماجم؟ يا ودي مش ولايه، يلا المعلم موسى زعلان، يلا مش شايف وشه عايز اصالحه، روح دلوقتي وانا هشرب بعدين الشاي. اشرب ليه يا ابني؟ عندي مصالح قاضيها غرفه. خلاص يا صليب خلاص، اشرب الشاي وروح مصالح. انا مدقف. ما تخش يا تقف تعظم معانا. غور يا غور. بالاذن يا معلم. اه صحيح، الاستاذ كمال كان ليه طلب كده عندك، وحياتي عندك ما تكسفه. عين بالاذن. عين اتفضل. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله. اقعد يا استاذ اقعد. بنعمة ربنا كويس. يا سلام، لسانك زي الشهد. امر يا استاذ. كان عندي بس سؤال يا معلم. اسال يا حبيبي. هو انت ليه يعني بادي الشغل من الساعة 4؟ انا اعرف ان يومك بيبتدي من الساعة 6، لكن 4 دي غريبة شوية. اصل انا لا مؤاخذة يا استاذ، بجيب عربيات رمل وزلط قلاب. ما ينفعش وسط النهار كده تمشي في الشوارع، تتاخد مخالفة وتتسحب الرخصة بتاعتها. فلازم تبقى بدري قبل ما الناس تصحى وقبل ما يبقى في الجان ويحزنون. طب مش هي قلاب؟ اه. طب ايه لازمة العمال بعد اذن حضرتك يعني؟ لا 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 اذني ولا حاجة يا ابني. بص يا حبيبي، انت عارف البرج الجديد بتاعي فين؟ اه في عطفة سعد باشا. عطفة سعد باشا. فالعربيات ما ينفعش تدخل العطفة، فتقف بره على الشارع تنزل الرمل والزلط. العمال موجودة على طول أوام تدخل الرمل والزلط جوه العطفة. أنا بادي 4:30 5 إلا ربع كده، نخلص على 6:30 عقبال لما الناس تكون صحيت. وبكده لا سد شارع ولا لجنة تكلمني ولا جار يزعل مني. لا سامحني يا معلم، أنت دماغ. تعيش يا أستاذ. ها إيه؟ كنت عايزني في إيه؟ أرد على ال ألو. أيوة روز، ازيك يا أختي؟ عاملة إيه؟ أديني متلقح على قهوة الواد صليب. عايزة تعدي عليا؟ تعالي يا أختي تعالي، مستنيك. لا مؤاخذة يا أستاذ كمال، عاشت لسانك. أمر يا أستاذ كمال. كنت يعني يا معلم محتاج شقة من الشقق اللي حضرتك مخصصة للخدام. آه دي بسيطة، روح على الكنيسة اطلع عند مكتب الأستاذ سامي، عارفه؟ أوه. ابو الواد مين الشماس. أوه. الواد ده حلو قوي، انا بحبه قوي خالص. خد منه استماره املاها تتختم بختم الكنيسه، ظرف اسبوع تكون مستلم شقتك. لا يا معلم، انا كنت واخد واحده بس يعني محتاج واحده تانية. واحده تانية لمين؟ لمؤاخذه. عشان اخويا يا معلم. اخوك؟ ايوه يا معلم. واخوك بقى قدام الشباب ولا من شباب الكنيسة؟ لا يا معلم، أخويا في ثانوية عامة. ثانوية عامة؟ تانية ولا تالتة؟ تانية يا معلم. تانية؟ يعني قدامه 6 سنين لما يخلص ثانوية عامة؟ لا يا معلم، قدامه 2 سنين بس. الظاهر إن حضرتك مش متابع نظام الثانوية العامة. لا يا ابني، أنت اللي مش متابع نظام امتحانات الثانوية العامة اليومين دول. لا بجد يا معلم، ممكن آخد واحدة تانية؟ اسمع يا أستاذ كمال، خليني اقول لك. البرج ده لما بنيته عشان نخدم خدام وشباب الكنيسه، صح؟ تمام. حلو قوي. جالي كمان شباب كنيسه ماري جرجس وشباب كنيسه الملاك. معنى كده ان مشروع بتاعي بيخدم على كام كنيسه؟ 3 كنايس. 3 كنايس. تفتكر هيبقى عندي فايض للي لسه في ثانوية عامة؟ طبعا لا. انما اخوك بقى لما يخلص نشوف نعمل معاه ايه، ويديني ويديك طولة العمر ربنا. ايوه يا معلم، بس محدش ضمن الظروف. ظروف؟ عيب يا استاذ كمال، ده انت خادم، والخادم بيعلم ولادنا، ومن ضمن الحاجات اللي بتعلمها لاولادنا
ان احنا نكون مسلمين لامورنا ربنا، نعتمد عليه في كل حاجه، مش كلامه ووعظ، لا بالفعل نبقى متاكدين ان احنا في ايدين ربنا مش هنحتاج لحاجه. وانا عايز اقول لك حاجه يا استاذ كمال، احنا طول عمرنا نقول الايام دي وحشه، الايام اللي فاتت كانت احسن، ونبص نلاقي الايام اللي بعديها اوحش واوحش. طب ما تيجي نجرب حاجه جديده، ما تيجي نشكر ربنا على اليومين اللي احنا قاعدينهم هنا، ونقول يا رب نشكرك على اليومين دول وبارك في الايام الجديده، ونشوف الايام اللي جايه هتبقى اوحش ولا احسن. لو بقت احسن استفدنا، لو بقت اوحش ما خسرناش حاجه، على اقله خلينا ايد ربنا يمدها في الايام. ولا ايه يا استاذ كمال؟ صح يا معلم. صباح الخير يا سيد المعلمين. اهلا يا روز، ازيك؟ ازيك يا اخويا، عامل ايه؟ ازيك يا روز، عامله ايه؟ هعطلك؟ لا ما تاخديش في بالك، ده الاستاذ كمال من خدام الكنيسه. اهلا يا استاذ، ازاي حضرتك؟ نشكر ربنا. ايه ثانيه يا روز؟ طب يا اخويا فهمتني يا استاذ كمال؟ خاطرك على عيني وراسي، وطلبك على عيني وراسي، وخاطر المعلم صليب برضه على عيني وراسي، لكن الحق مفيش احسن مني. صح يا معلم، انا حاسس براحه لما كلمتك. لا ده انك انت انسان ربنا مالي قلبك، والكلام ده انت قلته لنفسك قبل ما اقوله لك. ربنا يخليك يا معلم، تمرنيش بحاجه انا؟ تعيش يا حبيبي. بعد اذنك. تعيش. سلام يا معلم. سلام يا استاذ كمال. هي ايه العباره يا معلم؟ ما تاخديش في بالك، انت كنت عايزاني في ايه يا روز؟ الشقه يا سيد المعلمين، انت نسيت ولا ايه؟ مش انا قلت لك ان السقف وقع؟ اه صحيح، بس انا ما نسيتش يا روز. امال ايه يا معلم؟ بصراحة أنا ما عملتوش بالقصد، بالعينية يعني. وبصراحة أكتر أنا متضايق من قعدتك وحدك، خصوصا بعد ما جوزك ربنا اختاره. ده بيتي يا موسى، أسيبه إزاي؟ أمال لو كان الله يرحمه مهنيكي كنت قلتي إيه؟ ما تجص عليه غير الرحمة يا سيد المعلمين. الله يرحمه بقى مطرح ما راح، استريح وسابنا إحنا قرفانين. بقولك تعالي يا بت اسمعي بس، ده انت لو تسمعي كلامي تلاقي الشقه انا قفلت لك اوضتك وفتحتها لك على الحمام التاني. طب تصدقي وتامني بالله يا روز، الاوضه والحمام اكبر من شقتك كلها، عايزه حاجه تاني؟ هو انا هعيش لوحدي يا معلم؟ لا لا، هتتكسفي من مين؟ مراتي اوديت اللي انت معشراها وياما ذاكرتوا مع بعض ايام الثانويه، وكنت بتبيتي عندها في بيت ابوها، ولا بنت ماري اللي هي سرها عندك، ولا يمكن تكوني بتتكسفي من الواد شورج؟ ده اسمه كلام برضو يا معلم. ما انا اقول لك ايه بس، بصراحه كده مش عايزه اسيب بيتي. خلاص عقلك في راسك، تعرفي خلاصك برضو هتقولي بيتي ومش بيتي. يا سيد المعلمين يعني هو انا مقاطعاكم؟ ما انا يوماتي باكل انام زي بيتي تمام. ما هو بيتك يا روز، امال بيت مين؟ دايما عامل بحسك يا اخويا. تعيشي يا اختي تعيشي. قلتي لي عملتي ايه بقى في المشكله بتاعتك؟ اني الحمد لله يا سيد المعلمين، دفعنا الفلوس للواد ورجع الصور للبيت، وخدت البيت لبيت ابوها وكنت موصياه محدش يتعرض لها. طب والبيت عملتي معاها ايه؟ مسكتها يا سيد المعلمين واديتهم لها، فهمتها ازاي الواحد يبيع الغالي عشان يشتري الرخيص. شاطره يا روز. وقالت لك ايه؟ قالت لي طبعا يا معلم ده بيحبني والكلام اللي انت عارفه دوت. قلت لها يا بنت معقول يكون بيحبك وبيهددك بجوابات وصور؟ يا ماما ده مش حب، ده رغبه في التملك. حلوه قوي رغبه في التملك دي يا روز، المهم انك رجعتيها لبيت اهلها. طبعا يا سيد المعلمين، ابوها وامها حضنوها واخواتها عملوا لها حفله كمان. شاطره شاطره يا روز، جدعه بصحيح. وانا من ناحيتي كلمت المعلم سمعان يروح للواد يفتقده عشان بيبطل الحركات دي ويجي اجتماع الكنيسه تاني. ماشي يا سيدي المعلمين، عندك حق. كنت سامعك امبارح بتزعقي مع ال... خلاص يا سيدي الناس، كل حاجه 100 فل و14. ازيك يا صليب؟ ازيك يا اخويا؟ انت تعرف روز طبعا يا صليب. اه طبعا. ازيك يا معلمه؟ ازيك يا معلم صليب. اه ايه الاخبار يا صليب؟ كله تمام يا معلم، احنا مالناش بركه غيرك برضو. كله تمام؟ كله تمام يا معلم، كله فل. طيب سلم ايدك يا صليب، دايما تعبك معايا. ها ما قلتليش يا روز؟ خير يا معلم. كنت سامعك النهارده الصبح بتزعقي مع البت اللي اسمها نرجس دي. الله يخليك يا معلم، انت عارف انا طالعه لك ما بحبش اللوع والدهنانه. دهنانه؟
الفاظك كلها بقت سمنه يا روز. اه يا معلم، الصراحه تتقال، البت نرجس دي لونه كده ومش عجباني. يا شيخه حرام عليكي، دي بنت غلبانه. يا معلم يا معلم، انت طيب، مالكش في كهن البنات بتوع اليومين دول. طب نوريني يا روز، ما انت عارفه انا مديها اوضه فوق السطوح بتاع العماره اللي انا ساكن فيها، ومديها لها ببلاش، يعني ده ممكن يجيب لك كلام وانت عارفه اخوكي. ما تقلقش يا سيدي المعلمين، وانا لسه هستنى ما حد يتكلم عنك. تؤمرنيش بحاجه انا؟ انت رايحه فين مستعجله كده؟ رايحه لمدام فيوليت بتاعت الخدمه الاجتماعيه. اه هشتري لها شويه حاجات. مدام فوليت؟ اه هي دي يا اخويا. ماشي، ربنا يقويكي ربنا يقويكي. ومن ناحيه نرجس ما تقلقش خالص، ان شاء الله اخلص الموضوع بنعمه ربنا. الغريبه البنت نرجس دي ولا بشك فيها في حاجه ولا يبان عليها حاجه، سبحان الله. يا عم هو انت فيك دماغ للحاجات دي؟ طب بعد اذنكم انا. اتفضلي يا روز، اتفضلي يا اختي. قفشتك. ايدك يا بنت يا ميري، عامله ايه يا بنت؟ امحولك. الحمد لله، ازيك يا روز؟ مش باينه يعني يا بنت، انت اللي مزوجه كده بقالك كام يوم، الا قولي لي اخبار الواد ده. ايه يا بنت؟ بقول لك ايه يا ماري، إيه؟ عشان شفت عمتك روسي يبقى الدنيا ما فيها. انا اقدر، انا اقدر برضو يا بابا يا حبيبي يا سيد المعلمين كلهم. صباح الخير يا بابا. صباح الفل، صباح الفل يا عروسه. ربنا. ايه يا بنت الشياكه والحلاوه دي؟ ميرسي يا بابا. خشي سلمي على عمك صليب. صباح الخير يا عم صليب. صباح الفل يا اعظم صحفيه هتشوفها مصر كلها. تعيش يا عم. انت رايحه كليتك كمان؟ اه يا سيد الكل، تحبي تيجي معايا؟ اجي معاك فين يا بنت؟ عليك بس اسمع، انا خلقي ضيق ومش هستحمل لمه البنات عليك في الكليه، ويقعدوا يعكسوا فيك قدامي عشان تبقى عارف بقى. يا بنت عيب، احنا في الشارع ما يصحش كده. اه يا اخويا، ويقعدوا يحسدوا في ماما قدامي. يا بنت انت جبت الباكج ده كله منين؟ باكج فشل، ده انت احلى بابا في الدنيا. يا سلام. ايه يا لذيذ، ماني احنا في الشارع يا ماري. الله، انا بعكس بابا حبيبي، ولا انت خايف يعني واحده تشوفني؟ خلاص قفل بقى، قفل قفل. وايه اللي قفل ده؟ اخديني في دوكه كده. دوكه ايه؟ حكايه الموضوع اللي قالت لي عليه امك امبارح. موضوع؟ موضوع ايه يا بابا؟ شوف البيت وبراءه الاطفال. موضوع؟ موضوع ايه يا بابا؟ موضوع الواد ده اللي عايز يخطبك. ما اسموش واد يا بابا. صح، ما اسموش واد، اسمه ايه بقى؟ اسمه بير. هو واقف مستني في حوش الكنيسه. ثانيه واحده هروح عندها واجي على طول. خليك واقف ثانيه واحده. اوكي ثانيه ثانيه. ايه ده؟ البنت خطفتني في عطفه. ايه ده؟ لا والله ده والله. يلا يا عم خلاص، اخر ختام بقى، احنا نكبر ونربي ويجي واحد ياخد كده على الجاهز. بس تعرف يا صليب ايه؟ البنت ماري دي جدع. انا مطمن عليها، يعني يوم ما هتنقي واد هتنقي صح صح الصح. ايه السفافير دي كلها؟ فرحانين بيها. قصدي بيه. وتخيلوا كده راجل طول بعرض، مش لون كده زي شباب اليومين دول. وبعدين ايه بقى؟ كلامه سيف سيف كلامه، 120% مش 100%، 120% رجوله، ده علمك يعني. اه صليب صليب صليب. ايه يا موسى في ايه؟ بكلمك. ما انا سامعك اهو يا عم. سامعني ايه يا صليب؟ عيب عليك، شايفت كيس جوافه قدامك؟ ما انا شايف وهارش اهو. طب يا عم ادام شايف وهارش يبقى لازم تعذرني، البت حلوه طحن. بت حلوه طحن، انت خلاص اتعميت، عينيك دول خلاص مفيش ورطيه خالص عندك. مين؟ ورطيه. ورا ايه؟ ايه انت انت مش لما بتجيب موبايل بيدولك ورقه كده يقولك هو ده الورطي بتاعها؟ الضمان يعني. ايوه الضمان. طب ما تقول من الصبح يا عم بقى. دي بنت حلوه طه، ده اللي قالك عليه مخك؟ انا نفسي افهم فين الحلاوه اللي فيها يا. لا حول الله، انت يا موسى غشيم ما
تفهمش في الصنف ده. انا ابص للبت كده من فوق لتحت اعرف عنها كل حاجه. يا سلام يا عسل عسل. ايه يا صليب؟ واد يا جماجم. انت ياد يا جماجم. قلم عناب ساقع قوي يالا مشبر. حاكم الجو بقى حر خالص. انا جوه قدر يا قلي. هنيا قلم. الله يهنيك يا اخويا. يلا خدها على جوه. حاضر يا قلي. خد يا مش دي مش دي الصينيه خور. لم نفسك. لم نفسك يالا. خليك كده جدع زي معلمك. ايه عود. شفت عود. عود لمكانك وسيب البنيه. عود. ماشي يا موسى. دايما مقطع عليا كده. عيب عليك. عيب عليك يا صليب. عيب عليك. احنا في الشارع وانت راجل كباره ما يصحش كده يا عم. تطلع بنت ناس ولا حاجة؟ بنت يا عم دي شكلها بنت من اياهم. انت شايف؟ لا 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 موسى دي ايدانا وفترة. حرام عليك. لا حول الله. ايدانا وفترة يا موسى. عيب عليك. ما انت شايف لبسها ولا وقفتها شكلهم ايه تقول لي ايدانا وفترة؟ ايه يا عم؟ يا عم ما تاخدش في المظاهر. احنا عندنا بنات برضو. عيب عليك. طب اقطع دراعي من هنا ان البنت دي ما كانتش البنت دي من اياهم. لا 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 انا هقول لك دي مين. مين؟ انا عرفت خلاص. عرفت المقلب الكبير اللي خدناه. ايه؟ عارف دي مين؟ مين؟ واحدة من صاحبات ماري. يا راجل. شايفهم حتى بيتكلموا اهو مع بعض. عسل قوي. ايه اللي عسل يا صليب؟ استنى بس. يا ميري. ماري. استنى بس. ممكن تعرفينا على القمر اللي انت واقفة قمر ايه 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 ماري؟ بتقول لك بجد؟ اقعد يا صليب. بتقول لك بجد؟ اقعد يا صليب. خد يا ماري. ايه يا بابا؟ مالكيش دعوة بعمك صليب. لا تعرفي ولا انت في ايه؟ ليه يا بابا فيها ايه؟ ما يصحش يا باري. وايه اللي ما يصحش؟ تعالى بس اعرفك يا بابا. تعالى. لا انا لا انا اتكسف. ايه اللي تعرفيني بيها ده؟ لا اتكسف. ايه يا بابا؟ لا وامك لو عرفت تعمل لي مشكله. لا يا بابا لا. بس ما هي لازم تعرف. تعالى بس. تعرف ايه؟ يا بير. يا بير. يا ايه؟ بير يا بابا اللي بلا بير بلا. عرفك يا بابا بيير. بيير اللي عايزه تتجوزك؟ اللي عايز يتجوزني. اللي عايز يتجوز. هو دي؟ هي دو؟ هما الاتنين مع بعض يعني؟ هو ده ده. هاي يا انكل. هاي. هاي بتقول له هاي. بس يا صليب مش ناقصاك يا نمس. مش ناقصاك يا صليب. يا وحش. ممكن احنا اصحاب. عيب كده يا جدع. اقعد يا حلو. اقعد اقعد انت الاثنين. مش عايز انا في الوقفه. بابا بابا انا مش عايز. بابا. ايوه يا مالي. ايه رايك يا بابا في بيبي؟ بيبي شخصية يا بابا مش كده؟ شخصية؟ بيبي؟ أيوه يا بابا. لا يا أنكل ما يغركش اللي أنا فيه. دي كلها مظاهر. أنا لما بقول كلمة في البيت لا يمكن نيفر بابي ومامي ما ينفذوهاش. ربنا يخليها لكم إيفر. ثانكس يا أنكل. ده غير يا بابا إنه رومانسي وبيكتب شعر. شعر مين؟ بيبي؟ أيوه يا بابا. سمعوا يا بيبي آخر أشعار. حاضر يا ميري. هو بيدور على ايه فوق؟ بيجمع يا بابا. هو دش؟ بحبك يا ميري يا حب مستميت. حب شيكولاتة للبسكويت. حب الكاتشب للبومفريت. اسمعي قلبي. اسمعي قلبي هتلاقيه بيقول تيت تيت. الواد ده نفسه عفريت. تيت. ده غير يا بابا انه بيكتب بالفصحى. فصحى؟
سمعوا يا بيبي. حاضر يا ميري. بحبك يا ميري منذ الطفولة، بحبك من راسي حتى الكفولة. ابعدي عنها لا تكون مبلولة. لا لا ده حاجة عظيمة، أنا اتشرفت بصراحة. شكرا يا أنكل. إيه الجمال ده؟ باي يا أنكل. باي يا حبيبي. لازم؟ ارحمنا يا معلم، احنا أصحاب برضه. عيب عليك. أصحاب. ها؟ خش سلم على عمك صليم. حاضر يا أنكل. سلام يا أنكل سليم. سلام يا عسل. سلام يا عسل. سلام يا عسل. سلام. ابعد هناك. باي يا ميري. قلت لك سلم بس. بص شوف عمو صليم. ايه الحض الجامد ده؟ شفت على طول صعب ان انا مخلص بس. ما انا عارف الواد دي ايه هيتعب منك قوي كده. راجل بير. اقعد. لا حول الله. ده صليب. والله يا موسى يا اخوان انت صعبان عليا. وراجل و120 رجوله. خلاص بقى عديها. يلا ده انت بالماينص. بابا. ايوه حلت ابوكي. هو جورج هيجيب لي العربيه امتى؟ صحيح فكرتيني. انا مديله المقدمه من مده ولغايه دلوقتي ما لحس ولا خبر. معلش يا ماري، انا عارف يا بنت انك تعبانه في المواصلات. طب اتكلميها انت، مش اخوكي هو ولا ايه؟ لا يا بابا ربنا يخليك، فكره انت، اخاف احرجه. تحرجيه؟ ماشي بقول له يا ماري. ماشي يا بابا. بابا. ايوه. ايه رايك في بيبي؟ يا سلام، شخصيه زي الفل زي الفل. ميرسي يا بابا، يعني موافق على الجواز؟ طبعا. ربنا يخليك. هو انا لو لفيت الدنيا هلاقي عروس احلى من كده لجورج؟ امشي يا ماري. جورج ايه بس يا بابا؟ امشي يا ماري. يو يا بابا بقى امشي. ميري اهو استلب التاني اهو جالك. مين جورج؟ صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا جورج. ايه رايح على كليتك؟ ايه؟ لا قصدي يعني هعدي على الكنيسه الاول. بدري كده؟ هو في ايه النهارده؟ ماشي مش مشكله، المهم ما تتاخرش على كليتك. لا ان شاء الله يا بابا مفيش تاخير. بقولك يا جورج، صحيح اختك من ثانيه كانت عندي هنا بتسالني على العربيه، هتروح النهارده تدفع المقدمه؟ انا مديها لك من مده وانت لا حس ولا خبر. بصراحه السنه قربت تخلص والبنت يعني متمطمطه. ايه هتديها لها هديه النجاح؟ بصراحة بابا، بصراحة مش هقدر اروح. ليه وراك حاجة؟ وانا هتعب نفسي معاك ليه كالعادة؟ هات هات، انا الغلطان، هات الفلوس هروح ادفعها انا. ما هو يا بابا، ما هو يا بابا الفلوس مش معايا. الفلوس مش معاك؟ طيب روح هاتها من البيت عقبال ما اشرب كوباية شاي مع عمك صليب هنا. اقعد يا عم، احنا ما وراناش حاجة النهاردة. اليوم فركش كده. يلا يا جورج انت هتبص لي. ما هو يا بابا الفلوس كمان مش في البيت. نعم؟ فلوس مش في البيت؟ فلوس ايه يالا اللي مش في البيت يالا؟ الله يرحمك. فلوس ايه يالا؟ وديت الفلوس فين؟ اثبت هنا وكلمني. وديت الفلوس فين؟ يا موسى مش كده يا موسى. وديت الفلوس فين يا حارت الرجاله؟ يا جدع دايما كده تضربوا فيه ايه؟ ضيع الفلوس يا صليب. ما ترد يا ابني، ضيع دول. وديت الفلوس فين؟ الفلوس ما ضاعتش يا عم صليب. ما راحت في انهي مصيبه؟ ابدا. انا يوم ما خدت الفلوس الصبح رحت الكنيسه وانا واقف بصلي لقيت صندوق العطا. لقيت صندوق العطا حطيتهم فيه. ما انا عارفك 12000 جنيه تحطهم في صندوق العطا. قعدت قد ايه انا تحطهم فيه؟ خلاص يا موسى. سنه ولا سنتين؟ خلاص يا موسى مش كده يا جدع. ده ايه ده؟ وبعدين يا جورج يا ابني. ابدا يا عم صليب. انا وانا واقف لقيت مدام فيوليت
كان عندها حاله من حالات اخوه الرب، اتنين عرسان وعايزين يتجوزوا ومعهمش فلوس، وكان وراهم طلبات كتيره جدا، اشي اوضه نوم وسخان وغساله. وبعدين كمل يا بعدين، ما خلاص يا صليب، خلاص دفعهم، دفعهم الشهر، دفعهم رجل البر والتقوى، رجل الاحسان والفتوى. ايه دفعتهم يا حزين؟ يا بابا يوميها الصبح، كنت قريت في الانجيل عن المرأة الفقيرة وازاي السيد المسيح امتدحها عشان ادت من اعوازها. يا بابا حلو قوي عليك نور، ادت من ايه؟ من اعوازها يا بابا. يعني مش من اعواز ابوها. ايوه يا بابا، من احتياجاتها هي. مش احتياجات اللي جابوها. ايوه يا بابا. ولا ايه اتخلقت منك انت خانقه. غور يلا غور. طيب غور ده يا غور، بلاش غور. خلاص مش كده يا موسى، مش كده الكلام يا جدع. الواد حلق دم يا صليب. معلش تعال احنا بس 12000 جنيه. معلش ايه الموبايل اللي بيسمع حقيقه الظهر كلها ده؟ الو يا روز، نرجس تاني مالها؟ انت عرفت انها يعني انت اتاكدت انها ماشيه مع واد؟ شفتيهم؟ طب خلاص انا هتصرف، انا هتصرف خلاص، هكلم المعلم سمعان. خلاص. ايه مالها نرجس؟ ثواني بس اكلم المعلم سمعان. المعلم سمعان حرف الصاد. صاد؟ انت اتعلمت ابتدائي فين يا موسى؟ الو معلم، ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ بقول لك انا قاعد على قهوه المعلم صليب، معلش تعدى علينا شويه، معلش هناخدك من الكنيسه، معلش في موضوع كده. شكرا يا معلم سمعان، يا رب يخليك، يا رب يخليك. سلام. ايه يا عم مالها نرجس؟ نرجس الظاهر طلعت فعلا ماشيه مع واد وقصص كده. بابا. ايوه حبيبي. فواتير الحاجه ايه؟ عشان ما تقولش عليا كداب. يا نهار اسود، لو انت فاكر ان المشكله اللي انا عملتها دي كلها عشان مكدبك. امال ايه بابا؟ لا يا ابني، ده انت مش هنا، انت مسافر، انت عايش في كوكب تاني. يا جورج يا ابني، يا جورج يا ابني، ابوك مش مكدبك، الامور مش كده، ابوك بس متضايق من الحركه نفسها. يعني معلش يا عمو صليب، برضو الفواتير معاك اهي عشان ما تكدبونيش. ماشي، انا هي دي اللي مضايقاك؟ يا صليب تعال شوف الفواتير، فواتير تشرح القلب. عدد غرفه نوم عبده صرامتها. مين؟ صاحب المحل اسمه عبده صرامتها. تشرفت. 6000 جنيه يدوبك. غساله فول اوتوماتيك 16 نظام من عبده صرامتها برضو ب 1800 جنيه. سخان 10 لتر. 10 لتر من عبده صرامتها. انت واخد التوكيل يا ابني. ب 700 جنيه. بوتجاز عدد واحد شعله ب 1500 جنيه برضه من عبده صرامتها. انا مش فاهم يعني عبده صرامتها. ايه ده؟ دي الفواتير خلصت. والفواتير دي عامله 10000 جنيه بس. يا عم تجمع كويس يا عم. لا صليب لا، ده انا دماغي ب 20 آلة حاسبه. اهي السته بتوع اوضه النوم. وال 1800 بتوع الغساله بقينا 7800. 700 سخان بقينا 8500. البوتاجاز شعله واحده 1500 بقينا 10000. طب يا جورج يا ابني فين بقيه الفلوس؟ ما هو انا بقى اقول لك يا عمو صليب، تعال اقعد معايا كده واسمعني لو سمحت. اقعد يا حبيبي. اسمع يا عم صليب اسمعوا. اقعد، وانا متدبس دايما في مصايبكم، مصايبكم انتوا الاثنين. قول يا حبيبي قول. بص يا عمو صليب. دلوقتي دول اثنين عرسان جداد. برافو. ومعهمش اي مصدر دخل للفلوس. وبعدين دول غلابه يا عمو صليب. ومش عارفين يصرفوا على نفسهم في اول جوازه. زعلتني يا ابني. يا ابو صليب، يا ابو صليب، ده حتى العريس ما كانش معاه فلوس يفسح العروسه في اسكندريه. اسكندريه وحياتك ايه؟ اسكندريه ايه؟ وبعدين يا ابني، فانا بقى قلت يا ابو صليب
اديله الألفين جنيه نقطة. اه يا بابا عشان ما اجرحش احساسه. احساسه؟ اه. قوم يا هلا. ايه يا بابا؟ اوه بابا عريس. طب يتفسح. عريس ايه؟ ما يتفسح يا بابا. مع انه ما تفسح. طيب يا بابا خلاص. اختك تتبدل في المواصلات والتاني يتفسح؟ معلش يا بابا معلش. اختك تلبس البهدله وهو التاني يلبس مايوه؟ معلش يا بابا ما انا ولا بقول لك مش هقول لك ايه، انا اللي همشي، انا اللي هغور من وشك. ده انت عرقت الرجاله يا اخي، انت عرقت الشباب، ده انت عرقت المجتمع البشري كله. مش اختك اصغر منك واسمها بنت؟ بس بتطمن عليها، مش خيبه زيك. ده انت حاصرني، عمرك ما هتبقى راجل وعمرك ما هشوفك عادل في حياتك. روح يا ابني روح، ربنا يحميك من نفسك. غور في داهيه. خلاص يا عم روق، مش كده، خد عصايتك والموبايل. يلا يا صليب. يلا يلا يا صليب. انا خلاص خلاص زهقت منك يا بنت. انت برضو مش عايز تفهمي؟ اه كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه. شوف البيت، شوف يا ده انتي منك انت. يا ساتر في ايه؟ معلم موسى. مالك يا نرجس؟ يرضيك يرضيك يا سيد المعلمين بنت نرجس بتقوله ده؟ هي لسه قالت حاجه؟ يخليك يا سيد المعلمين. يا نرجس مزعله عمتك روز ليه؟ انا برضه اللي مزعلاها. انا اقدر دي ست روز على راسي من فوق. طب ما هي على راسك من فوق، ايه المشكله؟ المشكله يا سيد المعلمين. استنى يا روز عايز اصلحها. المشكله يا سيد المعلمين ان الست روز مش واثقه فيا، وانا عايزه اقول لها اني عمري ما اخون الثقه دي ابدا. يا سلام، يعني هو انا اتبعت بقى. يا بنت الثقة موجودة وكل حاجة، بس أنا عايز أقول لك حاجة. ساعات الشيطان يصور للناس حاجات غلط. يعني مثلا أكون أنا ماشي في الشارع أشوف واد وبنت مع بعض، الشيطان يصور لي حاجات غلط ويخليني متأكد منها، مع إن الموضوع سهل وبسيط وما فيهوش حاجة، بس هو أهو شغل شيطان. فإحنا مش عايزين الشيطان يصور حاجات غلط لأي حد. يعني ايه يا معلم؟ يعني تبطلي اللي انت ماشيه فيه دوت، لانه مش هيفيدك بحاجه واخرته وحشه. وانا قلت لك قبل كده لا لا لا. هو يا بنت اللي لا 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 ايه؟ ما حدش مالي عينك. انا ما بعملش حاجه غلط. كل ده ما بتعمليش حاجه غلط؟ ماشي على قولك، انا لا ابوكي ولا اخوكي، وكل واحد عقله في راسه يعرف خلاص. غوري بقى. ما هو ما اسموش ده كلام يا معلم. خلاص يا روز، انا قلت لك في الموبايل ان انا هتصرف، وبعدين انا بعت خلاص للمعلم سمعان يجي يشوف صرفه معايا. ما كانتش محتاجه يا معلم. لا ازاي؟ معلم سمعان ده امين الخدمه في الكنيسه عندنا ورئيس الشمامسه، لازم يعرف ويستقصر، والا الناس تلومنا ونقع في العيبه. ما يصحش، ده غير ان هو براعي البت دي روحيه. ماشي يا سيدي المعلمين، تأمرنيش انا بحاجه؟ تعيش يا روز تعيش. بالاذن انا بقى. اتفضلي يا اخي. ايه اللي بيحصل ده؟ حاجه هتمخول يا اخي. البت دي قليله الادب قوي على فكره. لا شويكه جدا. شاينه. يا عم شاينه. لا يا مخلص يا ابني اسمع وشوف انا بقولها ازاي واقولها زي شاينة شاينة. طب كويس كده، قول لي بقى يا حبيبي، احنا مش وصلنا كده جنب قهوه المعلم صليب؟ صح صح يا معلم سمعان. اهلا، ازيك يا معلم موسى؟ ازيك يا حبيبي. عامل ايه؟ ازيك يا استاذ مخلص؟ ازي حضرتك يا معلم؟ ازيك يا معلم سمعان. اهلا اهلا يا معلم صليب، ازيك؟ تعالى يا معلم تعالى اتفضل، نورت القهوه. تعالى اتفضل اقعد، انت اول مره تجي لي القهوه يا معلم. الله يخليك. اتفضل يا معلم. الله استريح استريح يا حبيبي.
نورته، نورت يا معلم موسى. ايه القعدة كلها معلمين، هروح فين في وسطيكو؟ لا ما تقولش كده يا سي الأستاذ. تعيش يا معلم تعيش. ها انت تعرف الأستاذ مخلص يا صليب؟ لا ما حصليش الشرف قبل كده. أستاذ مخلص من الخدام الشداد اللي في الكنيسة. تعيش يا معلم دي بركة كبيرة بس الواحد يستاهل. لو مخلص كمان مش ابن الروحي وبس، ده أنا بعتبره دراع اليمين. تعيش يا معلم ده شرف ليا. بص يا معلم سمعان، أنا كنت عايزك عشان موضوع مهم. أؤمر يا معلم. البت نرجس مالها؟ أنا عارف إنك أنت مراعيها روحيا وبتاخد بالك منها في اعترافها وتناولها. ما أنت كمان مراعيها ومسكنها عندك ومديها أوضة فوق سطوح العمارة بتاعتك. كل ده سليم، لكن بقى اللي مش سليم إن أنا سمعت عنها كلام مش ولا بد. كلام مش ولا بد يعني ايه يا معلم؟ انها ماشيه مع واد يعني. ما تستنى يا صليب على. بص يا معلم سمعان، بصراحه كده احنا سمعنا انها على علاقه بشاب وحاجات تانيه، ربنا يستر على بناتنا. عيب عيب الكلام ده يا معلم، ما يصحش تقول كده. وانا بصراحه جبتها وردت عليا بمنتهى البجاحه. ايه ده؟ ردت بمنتهى البجاحه؟ ما دفعتش حتى عن نفسها؟ ابدا. عشان كده انا نويت ان انا اكرشها من الاوضه اللي مديها لها. استنى، اوعى تعمل كده. نعم ايوه، لازم اقعد انا معاها الاول وبعد كده نبقى نشوف هنعمل ايه في الموضوع الخطير ده. لا يا معلم سمعان، لا مش موسى، مش موسى اللي يستنى اما حد يشور عليه. انا ان كنت جايبك، بس انا جايبك عشان اقول لك انا نويت على ايه، لكن مش عشان اشورك. وانا رايي بدل ما تقعد كده وتقول ده يصح وما يصحش، اقعد معاها هي، شد عليها عشان تسيب الواد اللي ماشيه معاه ده. حاضر ماشي، لما اشوف. لما اشوف يا معلم موسى. لما تشوف بالاذن. طيب لما تشوف. مالك بس زعلت ليه؟ اقعد بس هنشرب شاي مع بعض، ما انا عارف ان انت كيف شاي. اقعد. ايوه صحيح انا كيف شاي، لكن مش على القهاوي. مش على القهاوي يا معلم صليب، مش على القهاوي. ايه اللي مش على القهاوي؟ مش على القهاوي ايه يا عم؟ يلا يا مخلص يا ابني، دي الحته دي بقت حته موبوءه. ما من يوم ما سكنت فيها بقت موبوءه يا يلا يا جدع، انت مش فاهم حاجه. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تعالى تشوف مصالحنا بدل ما احنا واقفين كده. اه عشان الحته دي بقت موبوءه قوي برضو. انا زهقت يعني من ساعه لما سكنت انا هنا. يا روماني يا روماني مش كده لو سمحت، دول مهما كان يا اخي اخوات ليك برضو. انا ماليش اخوات بنات، ولو ليا اخت بتعمل زي بنات دي انا اذبح. لا يا روماني مش كده، المفروض ان انت تعلمها تفهمها. ما انا افهمها وهعلمها. تقلقش انت بس، ما تقلقش يا روماني، انا شايف ان انت شاب كويس تقدر تخدم نفسك وكنيستك اكتر من كده. يا عم انت هتوعزني، انا دماغي متكلفه ومش ناقصك. يا روماني انت مش خايف من ربنا؟ طب مش خايف من جهنم؟ جهنم خطيه. جهنم اه خطيه، اه جهنم اه خطيه، اه جهنم اه خطيه، اه جهنم اه خطيه. اه انا ابقي الايه اوزي كده واقب الاي ورق كده. انا ابقي الايه دي اوزي كده واقب الاي ورق كده. لو سمحتي انتي انا اكلمك انتي. انتي اسمك ايه؟ ايه ابيتا؟ ابيتا. انتي اسمك ابيتا؟ انا اسمي كاتي. اسكوفية بعتتني عشان كورسات انجليش شباب شابات كنيسة. عاوزة ايه؟ ها؟ عاوزة ايه؟ ايه؟ ايه؟
يا انتي ايه؟ ممكن ترد عليا؟ انتي اسمك ايه؟ انتي مش تتكلمي عربي؟ انتي تتكلمي ايه؟ سلومي. انتي زعلانة ليه؟ انتي باين عليكي حلوة. ايه؟ ايه؟ اوفي اوفي انا اجل اجل مش فاهماكي. اميتة قبلة انا اجل اجل ايه؟ هو في ايه؟ اميتة لو سمحتي. نعم. انتي انا اسمي كاتي اسكوفية بعتتني. حضرتك بتاعت كورسات الانجليش؟ انجليش. اهلا وسهلا. حضرتك باين عليكي مش مصرية. لا. والحاجة اللي مع حضرتك دي بتاعت الدروس؟ ايوة. طب انا اسمي جورج المسؤول عن كورسات الانجليزي في الكنيسة اللي هناك. ممكن ابقى يعني استلفهم؟ ايه تستلفهم؟ استلفهم برو. اوف كورس. مرسي خالص. مرسي. على العموم لو احتاجتي برضو اي حاجة من الكنيسة هتلاقي مكتب ابونا على ايدك اليمين اول ما تخشي. اوكي. طيب مش عايز بقى اعطلك اكتر من كده. اوكي باي. يا ما نفسي اروح امريكا. مش هي التذاكر برضو؟ همجي جيف مي ماي ستاف. يا خرموني عيب حرام عليك كده. دي اخت لينا جاية تخدمنا وبعدين مهما كان بنت. عندك حق يا جماعة دي بنت واحنا ما نغلس على البنت احنا نغلس على الذكر. مش انت ذكر برضو؟ طب وليه تخلص من اصله؟ يا روماني انت شاب كويس وانا شايف انه مكانك جوه مش بره. يا عم انا بسألك مش انت عامل ذكر؟ خد حقك. طب لو سمحت هات الحاجة عشان حرام عليك كده دي حاجة الخدمة. انتي اديله حاجته. ثواني يا كاتي. الله عجباني اول رجولة اللي انت فيها دي. خليه يرسم عشان خاطر الموزة. طب لو سمحتوا بقى هاتوا الحاجة وإلا مش هيحصل لكم كويس. لا 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 يا رجالة بالراحة حاكم الواد لسه نونو. اسمع نونو خد بعضك من سكات وامشي بدل ما خلي عم فتح فراش ياخد أجازة من كنس وحوش الكنيسة. انت سمعت يا؟ طب هات الحاجة بقى. خدها يا ودن. ايه ده؟ ده جورج. جورج العيال دي هاتها. يا بابا يا بابا انت اهو. خد يالا. اقف يا. تعال هنا اتثبت. ارفع ارفع ايديك لفوق. شو اقول لك ارفع ايديك لفوق؟ نزل ايدك فوق. نزل ايديك. نزل ايدك فوق يالا. نزل ايدك فوق. هتلخ بطونة اهو. يا بابا مفيش داعي انا عايز بس حاجة. انت اخلص خالص. في ايه يا جماعة؟ في ايه؟ الحقني يا ابونا الراجل ده عمال يعبطني. هنبتدي كده يا روماني؟ والله بيعبطني. ما انا لسه ميس كاتي جت وقالت لي على اللي حصل. معلش يا معلم موسى سيبهم المرة دي عشان خاطر. لا هو كذب كده كذب يا ابونا. انا ما بكذبش يا معلم. ماشي ما كدبتش انا عشان بس حياته الروحيه هعبطه بجد. طب ولا يبقى كدب ويروح نار. انا خاف عليه يروح النار هعبطه بجد. معلش يا معلم موسى ما هو هتبقى كده نار هنا ونار فوق. معلش فوتها المره دي عشان خاطري. معلش خلاص يا صليب سيب يا موسى. ابونا قال يا جدع في ايه؟ بابا حكي يا بابا. ربنا يخليك بس يا معلم موسى. اتفضل يا روماني يلا روح انت واصحابك لو ما عندكوش حاجه هنا. يلا اتفضل يا روماني يلا روح. اتفضل يا ابونا. طب لمين يا ولد؟ مين ده؟ وانا زق انا عشان زق صليب زق زق. يلا يا جورج ادخل انت كمان الكنيسه بعد اذنك. ما هو يا ابي انا كنت واقف مستني بولا. معلش استنى جوه في الكنيسه يا جورج. ما هو يا ابي انت عارف انه بولا يعني. يا ابني انت خش اسمع كلام ابونا عيب عليك. انتوا هتتعبوني يا ابني ولا ايه؟ خش الكنيسه جوه يا ابني. حاضر. بصراحه العيال دي زودتها يا ابونا ولازم يتقدموا. انا من رايي يا استاذ ابونا العيال دول محتاجين توجيه روحي الاول. هو ده اللي هيجيب معاهم نتيجه. توجيه روحي ايه؟ احنا بقى لنا مليون سنه والعيال دي موجوده ولا توجيه ولا كلام بينفع معاهم. معلش برضو يا معلم موسى الحكايه دي ما بتحصلش من يوم وليله. دي برضو الموضوع محتاج شويه وقت. وقت ايه بس؟ وقت إيه؟ ده احنا من يوم ما عنينا وعيت على الدنيا ونشوف العيال دي واقفين لا شغله ولا مشغله.
يضايقوا في الست دي ويغلسوا على البت دي ويترازلوا على ده واجيال واجيال ما بيخلصوش. انا رايي ان احنا ناخدهم الاسم نوديهم الاسم هناك. اسمي يا معلم الله نودي عيالنا الاسم برضو ده اسمه كلام. احنا وتسابونا مش عاوزين نبعدهم عن الكنيسة، احنا عايزين نقربهم ونقومهم. كلامك صح يا معلم سمعان انت ليه يا وتسابونا؟ انا لسه ما كملتش كلامي. العيل من دول يشوف الاسم ويشوف منظر التهديد هيخاف ويكش مرة في مرة مش هنلاقي حد. ايوة انت بتتكلم صح يا معلم موسى، بس عايز اقول لحضرتك حاجة، ان هو الموضوع ده موضوع شائك والحل بتاعه لازم يكون من كذا جهة. يعني قصدي ان الولاد دول لو عكسوا في حد من الناس اللي داخله واللي خارجه احسن حاجه ان احنا نبتدي نهددهم، يعني مش تهديد يعني بالمعنى المفهوم، لكن اقعدهم عندي في المكتب ونهددهم ان احنا نقول لاهاليهم على اساس جايز يخافوا. يعني هما برضو العيال دول هيخافوا من اهاليهم؟ احتمال يا معلم واحد ولا اتنين جايز يخاف. طب والباقي؟ الباقي بقى يا معلم موسى نبتدي نكلمهم بطريقه تانية، يعني نجيبهم برضو عندي المكتب بس نغير اللغه في الكلام، نهددهم ان احنا نقول لاهاليهم، وساعتها نكون فعلا بنقول لاهاليهم، بس بشرط ان يكون المعلم سمعان في الوقت ده ابتدى فعلا ينزل افتقاد للولاد دي، يفتقدهم روحيا واجتماعيا، يعرف مشاكلهم يعرف احوالهم هو والخدام اللي معاه، يعملوا لنا تقرير عن كل حاله. ما هو محدش بايظ من فراغ، اكيد حد زعله في يوم من الايام، كاهن زي زعله خادم زعله، جايز محدش بيخرج من فراغ، لكن القصد ان احنا نخدمهم كل واحد لوحده. قصتك تقول يعني ان احنا نخدمهم كحالات فرديه؟ بالظبط يا معلم حالات فرديه. صدقني يا ابونا كلام قدسك معقول قوي. ربنا يخليك. قدسك دايما تجيبها كده في الصميم، لا حته زايده ولا حته ناقصه، يديم كهنوتك. تعيش يا معلم ربنا يخليك. عندك حق يا معلم موسى، قدس ابونا دايما يجيب من الاخر وكلامه مظبوط. يا معلمين الكاهن اللي ما بيسمعش لشعبه بيخسر كتير. وانا نفسي كمان كنت اخد رايكم في كذا حاجه تاني، تفضلوا معايا على المكتب حتى اعزمكم على الفطار وعلى الشاي اللي ما بيحبوش المعلم سمعان على القهوه. بس على فكره المعلم سمعان عنده مدارس احد، متهيألي مش هيبقى فاضي للفطار. ايوه عشان تاكل الفطار لوحدك. عارفك انا عارفك. لا ما هو بصراحه كمان خلاص بقى يا استاذ رومان ما تحبكهاش قوي كده. لا يا روماني اللي انتوا بتعملوه ده مش تصرف ناس ولاد ربنا ابدا ولا ناس مسيحيين. بص يا رماني يا استاذ جورج انا اقول لك على حاجه، الحياه خنق محتاجه فك. الحياه ايه؟ خنق محتاجه ايه؟ فك. فاللي احنا بنعمله ده هو ده الفك. طب اقول لك على حاجه، عندنا النهارده حته الدين فكه يا لهوي، ما تيجي معانا؟ اجي معاكم فين؟ هتشوف اللي عمرك ما شفته عشان تقدر الكبت اللي احنا فيه. يا لهوي هتيجي؟ ها اجي معاك اجي معاك. بس ايش انا بك ده؟ مش لايق عليك خالص. لا ده وقار. ايه اللي وقار؟ طبعا واجهه. ما انا بقول لك ايه، الحياه خانقه محتاجة فتاة. بتعملها ازاي؟ وريني كده. ها يا مخلص يا ابني، عملت ايه في المؤتمر؟ حجزت المتكلمين؟ طبعا يا معلم انت لسه بتفكر، كله تمام من زمان. مخلص انا مش عايز اي دروب يحصل، انا مش فاضي للكلام ده، انا مشغول لشوشتي لان توزيع برنامج الخدمة الجديد قرب وانا لسه ما حطيتش فيه قلم. إيه لا يا معلم ما تخافش ما تشغلش بالك. ايه ده يا معلم في حاجه ناسينها مهمه قوي؟ خير يا مخلص؟ برنامج الالحان الجديد يا معلم بتاع السنه الجديده لابتدائي واعدادي حتى سنه وشباب ما عملناش فيهم حاجه. والسنه دي ان شاء الله كمان هنضيف برنامج الحان للخريجين. يعني الموضوع في بالك؟ طبعا انا ابتديت فيه بنعمه ربنا، حاولت اخد من كل بستان زهره لحد ما ربنا يسهل ونخلص ان شاء الله. ربنا يخليك لينا يا معلم ما تفوتكش فوته. انا كان ليا راي كده يا معلم، يعني لو تاخد بيه لو تاخد بيه. اتفضل. ايه رايك اخلي جورج موسى يساعدك؟ جورج؟ جورج جورج موسى؟ جورج موسى ابن المعلم موسى. ابن المعلم موسى المقاول؟ يا راجل سيبك منه، ده واد ملوش في اي حاجه،
بيعمل مشاكل، احنا مش ناقصين مشاكل يا حبيبي. أنا لا معاه ولا مع ابوس. يا معلم انا كان بس قصدي ان هو يعني يساعدك بدل ما انت لوحدك كده في لا يا عم، لا يساعدني ولا ساعده. الواد ده اصله بتاع مشاكل من يومه، وبعدين انا ما بطيقش ابوه بيني وبينك يعني. اصل هو واد متدلع كده ومش عارف يعني، في حاجات غريبه ما بتعجبنيش. انت سمعت عن موضوع ال 12000 جنيه اللي خدهم من ابوه علشان يدفعهم مقدمه العربيه؟ راح اداهم لمدام فيوليت بتاعت اخوه الرب. اه يا معلم سمعت، اسمه ده صعبان عليا قوي. انت عارف يا معلم هو واد كويس وبتاع ربنا وطيب، بس يعني ربنا يسامحني كده، ربنا يسامحني، ما عندوش حكمه كفايه. ده ما عندوش حكمه خالص، والشباب بيضحك عليه وبيستهزئ بيه. اوعى يا مخلص اوعى، احنا مش عايزين مشاكل. لا ما تخافش يا معلم، اوعاك تديله اي مسؤوليات يا مخلص. لا ما تخافش يا معلم. اه ده اصل بعيد عنك، الكبت اللي ابوه معيشه فيه حاجه صعبه قوي. يا عيني انا يا معلم كان في موضوع. الحق يا معلم شوف مين جالنا. معلم سامعين؟ اهلا اهلا يا نرجس. شفت اللي عملوا فيا معلم موسى؟ اه موضوع طردك من الاوضه، معلش انا عارف المعلم موسى عصبي حبتين، بس انا هكلمه ما تقلقيش. ربنا يخليك يا معلم سامعين، بس اهم حاجه تيجي كده وتحكي لي بالراحه ايه حكايه المواضيع كلها من اولها لاخرها. حكايه ايه يا معلم سامعين؟ حتى انت يا معلم سامعين مش كل حاجه ينفع انها تتقال. لا بقى، بس المعلم سامعين يا نرجس مش اي حد. وش دخلك انت؟ ما تحشرش نفسك في اللي مالكش فيه اخ مخلص. يا معلم سامعين ارجوك ساعدني في موضوع الاوضه. هساعدك يا نرجس، بس بشرط تيجي وتحكي لي وتفهميني ايه موضوع المقابلات اللي بتتم بالليل. من فضلك يا معلم سامعين، الكلام ده ما يصحش، وانا مش هينفع اقول لك اي حاجه. لا بقى، بعد اذنك يا معلم، انت ازاي بتتكلمي مع المعلم سامعين بالطريقه دي؟ ده انت زي ما بيقولوا بنت شوارعيه وهمجيه. انا شوارعيه؟ ايوه شوارعيه. يا مخلص شوف يا نرجس، يا تمشي دغري يا تمشي من هنا. طريق المسيح واضح وما فيهوش غموض، وانت غامضه، وده معناه انك ماشيه بعيد عن طريق المسيح. يا معلم استني، انا لسه ما خلصتش كلامي. يا تمشي دغري وتفهميني على كل حاجه، يا تمشي من هنا وتروحي تشوفي لك اي كنيسه تانيه. طب وموضوع الاوضه هتكلمني معلم موسى عشانه؟ اه ان شاء الله لما اشوف ان شاء الله لما اشوف. يلا يا مخلص. يلا بينا يا معلم. ربنا يدبر. دنيا خانقه محتاجه فكه، بس دول فكوا كل حاجه. سي جورج انت حلقت شنبك يا سي جورج ولا ايه؟ اه يا نرجس، ايه رايك نيو لوك؟ بقول لك ايه يا نرجس؟ نعم. دنيا خانقه محتاجه فك، ما تيجي نفك. يا خساره يا سي جورج، ويا ريتك حتى عرفت فك الا انت زي ما انت. يا الف خساره يا سي جورج، يا الف خساره. يا لهوي في شقيق، مالك؟ ولا حاجه روماني، ولا حاجه. نرجس بس خنقتني بكلام. نرجس خنقتك؟ يبقى محتاجة تفك. صح عندك حق يا روماني، محتاجة تفك. يلا بينا نفكها. يلا بينا يا روماني. ارجس في ايه يا جماجة؟ ارجس في ايه؟ مالها يا فهمني، يلا كلمنا، انا هنا في ايه؟ ارجس مالها؟ طوله مالها؟ نور اسود. بيقول ايه ده؟ نرجس يا معلمين مالها؟ نرجس اتقتلت. ايوه
يا معلم يا معلم، اروح فين واجي منين يا معلم؟ انت اللي اخترت السكه دي يا معلم. حرام عليك حرام عليك يا معلم حرام عليك. مش قادر مش قادر يا ابو جورج مش قادر. كفايه كفايه يا ابو جورج، تعملش في نفسك كده. هموت هموت يا ابو جورج هموت، دماغي هتفرقع. لا يا اخويا، الف بعد الشر عني. هو انت كنت عملت ايه؟ ده انت ولا اللي قتلتها. ما هو انا السبب، انا اللي قدمتها في طبق على من دهب للي قتلها بعد ما طردتها من اوضتها واتهمتها في اغلى شيء تمتلكه البنت. ليه كده يا ابو جورج؟ ده انت عندك بنت. قلة عقل قلة عقل يا ابو جورج. اقول لك ايه؟ لكن انتوا اتاكدتوا منين هي اتقتلت؟ ما ماتتش موتت ربنا. ما انا قلت لك يا ام جورج، تقرير الطبيب الشرعي اثبت انها اتقتلت. تحريات المباحث كمان قالت ان الله يرحمها نرجس لا كان ليها علاقه برجاله ولا بشباب ولا يحزنون، بس انها كانت بنت غلبانه في حالها. بس انت قلت اعترفت لك. اعترفت لي ايه بس يا ام جورج؟ ما انا بقول لك قله عقل. لا، نرجس كانت بتكلمني على حاجه تانيه فاكراني عارفها وكانت بتكلمني عليها. حاجة تانية؟ هي إيه؟ مش عارف يا أم جورج، مش عارف. عمال أقلب الكلام في دماغي، عصرت دماغي عايز أفتكر. مش عارف، مش عارف، دماغي هتتفرتك. بعد الشر عنك. لكن هقول لك حاجة. تفتكري لو مت هرتاح؟ تفتكري الموت راحة يا أم جورج؟ طب لما أنا مت، ما أنا هقف بين إيديه. وهسألني فين نرجس؟ عملت ايه مع بنت نرجس؟ هقول له ايه؟ هقول له ايه يا ام جورج؟ هقول له ايه؟ كفايه كفايه يا ابو جورج كفايه. صدقني انت محمل نفسك هم فوق طاقتك. لان انا السبب في قتلها، انا المسؤول مش حد تاني. اقول لك ايه؟ الشقه وطلبتها منها كانت اوياها قعدت في الشارع ولا اي حاجه. انا المسؤول، بقول لك انا المسؤول. مش انت لوحدك يا معلم موسى، انا كمان مسؤول معاك. معلم سمعان. اهلا وسهلا يا معلم سمعان. ازيك يا معلم سمعان؟ اتفضل. ازيك يا ست ام جورج؟ ازيك يا معلم سمعان؟ اتفضل، روح اعمل لنا شاي. مفيش داعي يا ام جورج، انا مش غريب. عموما اسيبكم انا عن اذنكم. اتفضلي. قلبي معاك، شد حيلك. اهو كله على الله يا معلم سمعان. بركة انك ما قلتلهاش. ما قلتش لمين؟ للست ام جورج. ما قلتلهاش على ايه؟ على الموضوع يعني. تقصد اللي حصل؟ ايوه. لا يا معلم سمعان، ما هي عارفة عارفة، وكنا لسه قبل ما تيجي انت عمالين نتكلم عشان نعرف مين اللي عمل عملته السودة دي. ايه ده؟ معقولة؟ امال ايه؟ هو انتوا عرفتوا؟ قصدي يعني. قصدك ايه؟ وايه هو اللي عرفناه؟ في ايه يا معلم سمعان؟ اصل بصراحة كده ال في ايه اللي بصراحة كده؟ في ايه يا معلم سمعان؟ ما تجيب الآخر. اللي قتل نرجس اعترف. سلم نفسه؟ لا، اعترف بس قدام الناس. مين؟ مين يا معلم؟ جورج. جورج مين؟ جورج موسى. جورج جورج موسى؟ ابني؟ ايوه ابني. ازاي؟ صدقني انا ما اعرفش. احنا كنا واقفين في حوش الكنيسه كلنا عمالين نتكلم عن موضوع قتل نرجس ومين اللي عمل العمله السودا دي. فجاه لقيناه وسط الناس واقف بيزعق ويقول انا اللي قتلتها انا اللي قتلتها. حاولنا نمسكه لكن جري جري بعيد، ما لحقناهوش. جورج ابني انا، انت متاكد يا معلم سمعان؟ ايوه جورج ابني.
طب ازاي؟ ازاي؟ ايوه ايوه قتلتها قتلتها، اتريقت عليا وزودتها شويه قتلتها، كانت خانقه محتاجه فك، خانقه محتاجه فك. اهدى اهدى يا جورج يا ابني، واقعد مع ابوك واحكي له الحكايه، وربنا يسهل ونعرف الحقيقه عن اذنكم. في ايه؟ في ايه؟ ولا حاجه، انا جاي بس عشان اسلم عليكم قبل ما امشي. سلم علينا وبعد كده سلم نفسك. سلم سلم نفسك فين؟ في الاسم. اسم؟ وتقول لهم في الاسم انها اتريقت عليك عشان كده قتلتها، مش كده؟ طيب اسمع يا ابني، انا ابوك عارفك كويس، ده انت كان بيصعب عليك لما كنت تشوفني اضرب كلب ولا قطه تقتل. ده لو في اتنين متهمين بقتل البنيه دي انا وانت، يبقى اكيد اكيد مش انت. تقول لي قتلتها؟ لا غلطان، لاول مره تطلع غلط، انا اللي قتلتها وهسلم نفسي. قول لي بقى هتعمل ايه في الموقف ده يا معلم؟ معلم؟ اه معلم، مش انت المعلم برضو يا ابني؟ انا كنت معلم مع الناس، معاك انت لا، انا ابوك يا جورج وانت ابني. ياه ابوك، عارف طول عمرك ما حسسني اني فاشل ضعيف، كان عندي استعداد اعمل كل حاجه واي حاجه عشان ترضى عني، كان عندي استعداد احط نفسي مشايه تحت رجليك بس ترضى عني، لكن انت ابدا طول عمرك ما حسسني اني فاشل ضعيف ومش راجل. فاكر فاكر وانا صغير اموت نفسي في المذاكره، اموت نفسي في المذاكره واطلع بالاوائل عشان ارضيك عشان تحبني، وانت كل اللي تقولوا لي ده حظ وصدفه، ده ستر ربنا. فاكر 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 يوم نتيجه الثانويه العامه؟ فاكر فاكر لما طلعت النتيجه قلت لي ايه؟ يا ابني المجموع ده هيدخلك هندسه، عارف يا ابني لو كنت جبت حاجه تدخلك تجاره ولا اداب ولا حاجه من دول كنت اطمنت عليك، لكن هندسه هندسه دي يا ابني انت مش قدها. فاكر فاكر كلمه مبروك اللي طلعتها منك بالعافيه اللي شحتها منك؟ فاكر؟ قول لي بقى قول لي امتى انت رضيت عليا؟ امتى حسستني ان انا ابنك؟ ياه يا جورج، الدرجة دي يا ابني شايل في قلبك مني؟ أنا أبوك يا جورج، أبوك أبوك اللي ما بيحبش حد أكتر منك أنت وأختك، أبوك أبوك اللي عايزك أنت وأختك تكونوا أحسن ناس. عارف يا جورج، عارف أنا طول عمري معلم ومحبش حد يبقى أحسن مني إلا واحد بس، عارف مين يا جورج؟ أنت أنت يا جورج، بخاف عليك أحوط عليك أنت وأختك. يابا فاكر يا جورج؟ فاكر لما جيت وقلت لي إن العيال في المدرسة ضربوك؟ فاكر انا جيت عملت ايه في المدرسه؟ فاكر لما كنت عيان كنت باخدك اجري بيك عشان الدكتور؟ فاكر
ولا انت بس مش فاكر غير اسويتي عليك يوم يوم النتيجه؟ نسيت يوم الامتحان؟ نسيت ايام امتحاناتك؟ ده انا كنت بقعد طول الليل اصلي واضرب بطنيات وادعي لك عشان ربنا ياخد بيدك، ولما يطلع الصبح ما نمش اخد بعضي على اي كنيسه اصلي فيها قداس واحط اسمك على المذبح. اقول لك ايه ولا ايه؟ وكان يا ابني اسلوبي معاك طعمك شويه حقك عليا، بس لازم تعرف حاجه ان مفيش حد في الدنيا دي بيحبك قدي. ايوه مفيش حد في الدنيا دي يحبك قدي، وكان كلامي عليك صعب. معلش يا ابني، علمونا زمان ان صوت الرب في قلب الاب، وان كان يا ابني كلامي حرق فطول عمرنا نسمع اللسان يدعي عليه، انما القلب يقول يا الله احفظه في عينيه. لا لا، انت طول عمرك كابتني وقهرني ومحسسني اني ضعيف وفاشل وعاجز. لا، ما هو مش بالبساطه تيجي تقولي ان الدنيا كلها كويسه طول عمري ما حسيت ان انا فاشل. لا، جه الوقت بقى انك تحس ان انت فيه فاشل. ايوه فاشل، وان انا بقى نجحت نجحت نجحت. نجحت ايه يا ابني؟ لا لا يا ابني لا، ما تضيعش نفسك، ما تضيعش مستقبلك. لا يا زوجي لا، انت صح، انا غلط، انا غلط، انا غلطان. اقلع مداسك واديني بيه، بس ما تضيعش نفسك عشان خاطر اختك. اختك الزرد هيبقى حالها ازاي؟ ولا امك؟ انت مش بتحب، مش بتحب امك يا جورج، مش بتحبها يا حبيبي. طب عشان خاطر الكنيسه، عشان خاطر ربنا اللي انت بتخدمه، ولو غلطت يا حبيبي حقك عليا. ابوس ايدك، ارفع رجليك تحت ايدك، ابوس ايدك. لا يا بابا، لا لا انا اسف، لا ده انت اعظم ابو في الدنيا. لا 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 جورج، لا جورج انت ما قتلتش، ما قتلتش يا جورج. لا ما قتلتش، بس مش عايز حاجه تانيه، مش عايز حاجه تانيه حبيبي. تعالى تعالى تعالى. روح شوف مين على الباب. ده بيت جورج موسى؟ ايوه يا ابني، ونادي جورج ابني. معانا امر بالقبض عليه. قبض عليه؟ ليه يا ابني؟ ابنك متهم في قتل المدعوه نرجس سليمان. ابني يا ابني ما عملش حاجه زي كده. ابنك اعترف وفي شهود على اعترافه، خدوه. فين يا ابو جورج؟ البيستو خدتني ليه؟ ما تخافيش يا ام جورج، تخافيش، واخدينه عشان الشهاده. الشهاده؟ مش هو خدها خلاص؟ واخدها، خدها وبقى راجل. ادخلي انت وانا هشوف الامور، تلاقيش. روح يا ابني معاه، روح ما تخافش وربنا معانا. هاتوه ورايا. ايه يا موسى؟ البوليس واخد ابنك ورايح فين؟ متهمينه في قتل نرجس. بس ابنك ما قتلش يا موسى. ايه اللي عرفك؟ في واحد صاحبي مخبر قال لي كده ان في واحد اسمه الميسيو شغال في بار، وهو ليه علاقه بنرجس وكان بيراقبها وكده فبيشكوا فيه. الميسيو؟ تقدر تدلني عليه؟ طبعا يا موسى. خلاص، من بكره نروح نقطع دابر اللي اسمه الميسيو ده، لاني لازم اعرف مين اللي قتل بنتي نرجس ودخل ابني السجن. لازم يا صليب، لازم.
زمانها جاي يا مستو، انت قلقان ليه؟ الراجل كلمني قال انه وصل وطلع دلوقتي والهيئه بتاعتك لسه ما جاتش. معلش تلاقي حد منزلنا عليها في البيت. بيت ايه؟ ما قالت لاخوها وافق. بس مامتها. بصي يا حلوه، انا كل ايديا ما فيش دماغ استحمل الدلع ده، هفكوا انتوا الاثنين. بالراحه يا مستو. طب هي اتاخرت، انا ذنبي ايه؟ ذنبك انها ما جايبك، تتصلي بيها تيجي حالا، والا انا بقى اللي هعمل زياره الاسم الهرم، هم عارفه جوه معرفتهم، وانتي انا عارفه ده كويس. حاضر يا مسي. ايه وين المسو يا ولد؟ الزهره وليه نعم وصل زوج انتي تعملي اتفاق عليه. وينك انت يا مسيو؟ اهلا اهلا يا ولي النعم، منور الدنيا كلها والله. لا اهلا ولا سهلا، وين الدكتوره؟ موجوده في الزرمه عليك. يعني بتظن انها هتوافق؟ اكيد هتوافق. يعني ما بعدها وافقت؟ بقول لي معلك ايه، احنا نخش من جوه نفرفش ونهيص شويه، لكن نشوف العيال تمشي ازاي. وانا احب الفرفشه. هنفرفش. نهار ابيض، انا بحق ربنا ما شفتش مكان زي ده ابدا. ولا انا. قال يعني الفلاح بيشوف. لا انا اقصد الريحه يا معلم، الريحه. عندكم حق، بس اسمعوا بقول لكم ايه، احنا ضاربين لخمه كده ليه؟ احنا لازم نبين ان احنا يعني ولاد حظها عشان ما تتكشفش. فك وتقول لي جايبه معاك ده هيعمل ايه؟ ماشي يا معلم صليب. ما تقلقش، من ناحيتي دي لعبتي يعني، اطمن خالص. وانت يا معلم سمعان؟ لا الحمد لله، ربنا يسترها ان شاء الله، بس اهم حاجه انت ما تفضحناش. ايه اللي هفضحك؟ ده ما تلمي نفسك يا سمعان. اسم المعلم سمعان. خلاص انتوا بتعملوا ايه؟ ده ايه ده؟ ما تكبروا يا معلمين. بص انت متاكد من الكلام المخبر اللي قاله لك ده؟ يا عم متاكد، امال ايه؟ الله، طب ولما انت متاكد ليه ما قبضوش عليه لغايه دلوقتي؟ علشان تحريات المباحث اثبتت ان وقت وقوع الجريمه ما كانش هو في البلد من اصله. بس انا قلبي حاسس يا صليب ان الميسيو ده هو اللي ورا قتل نرجس، مش عارف ليه. ان شاء الله ربنا يوصلنا لحاجه، بس اهم حاجه ها واحنا واقفين كده كل واحد فيكم يفتح ودانه لاي كلمه تتقال كده ولا كده، ها عشان ممكن نلقط حاجه ولا اي معلومه. ماشي، عشان ما نتفضحش. بصوا عليا وشوفوني انا هعمل ايه وقلدوني بالظبط. ماشي. طب اروح انا بقى. لا تروح ليه يا معلم سمعان؟ ما تخافش، انا عينيك اللي انت بتشوف بيها. انت عيني انا اللي بشوف بيها؟ انا كنت اقلعها. خلاص بقى. تقلعها ولا تخليها مع زي قلتها. خلاص يا موسى. ايه يا كريستين اتاخرت ليه؟ المسيو قالب الدنيا عليكي والراجل هنا. بقول لك ايه يا ناس، انا خلاص مش هكمل، واللي عايز المسيو يعمله يعمله. انتي مجنونه؟ في حد يرفض عرض زي ده؟ عرض ايه بس ده؟ عرض ايه؟ 100,000 دولار زائد شغل لاخواتك في بلاد عربيه. طب وده ثمنه ايه؟ وهقدم ايه قدامه؟ شهر تاخدي 100,000 تانيه بذمتك، في احسن من كده؟ ها في اكثر من كده. انت مش هتتضربي. شوفي نفسك هتتنقلي نقله كبيره، هتقدري تعيشي عيشه تانيه، هتتجوزي الجوازه اللي انت تختاريها. اتجوز؟ تتجوزي. هو هيحصل ايه يعني؟ جواز عرفي هتطلعي من وراه ب 200,000 دولار زائد شغل لاخواتك في بلاد عربي والهدايا واللازم منه. عرض تتمناه 1,000 بنت مش 1,000، مليون. مش عارفه، خايفه، حاسه اني هدخل السجن شهر. احسن ما تدخليه 3 سنين على الاقل. قصدك ايه؟ قصدي ان الميسي ساكت عليكي ومش عاوز يسلم صلاة الأمانة، على أمل إن الجوازة دي تخليكي تعرفي تسددي كل اللي عليكي. أنا عملت اللي عليا، عقلك في راسك تعرفي خلاصك. أهي أهي جت يا ولي النعم، قلت لك أكيد هتيجي. لكن هايدي ما هي نرجس. لا نرجس مين؟ أنسى نرجس دي خالص. أنسى نرجس كيف يعني؟ قالت لي فيها فترة شريفة وهزيتني، هجيب لي بوليس كمان يا عم. ما بصدق، في بنات بتسوي هيك في ذا الأيام؟ الهبل كتير. هوب. بقول لكم يا بنات ما تيجي نخش جوه، مش احسن ولا ايه؟ اكيد، يلا يا كوكي. هنفرفش. هاي هنفرفش. مين ده؟ سمعت يا معلم موسى
وانت والمعلم صليب. ايه ده؟ انا حاسس ان ربنا بعت لنا الفرصه دي علشان نصلح غلطتنا مع نرجس الغلبانه في البنت دي. يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجه. انا فاهم يا صليب، قصد المعلم سمعان ان احنا لازم ننقذ البنت دي عشان نكفر على غلطتنا مع نرجس، صح يا سمعان؟ صح. فهمت. بص بقى يا معلم موسى، انت والمعلم صليب، انتوا تاخدوا بعضكم كده وتروحوا على القهوه، تجيبوا لنا كام جدع من الحته هناك كده يكونوا شداد، وتيجوا على هنا وانا هستناكم، وابقوا صلوا لي. الله، طب ليه ما تروحش انت والمعلم موسى القهوه تجيبوا لنا كام جدع وانا اقعد استنى هنا وتصلوا لي برضه؟ ايه يا صليب، هو ده وقته؟ انا فاهم، ماشي يا سمعان، خليك انت هنا، اروح انا واجيب لك الكام جدع، ربنا معاك. يلا صليب. يلا يا اخويا. يلا. ناس لها حظ وناس لها ديسكو. انا بشكرك يا رب، بشكرك لانك سمحت لي ان اجي المكان دوت واشوف معاناه بنت من بناتك. سمحت لي يا رب اني اشوف حاجات كتير قوي ما كنتش شايفها ولا واخد بالي منها. فتحت عيني يا رب وشفت حاجات كتير قوي. ارجوك يا رب، ارجوك انك تسامحني، سامحني اني جيت مكان زي ده، واطلب منك يا رب انك تساعدني ان احنا نرد البنت دي لحضرتك ونرجعها لحضن كنيستك هي وكل اللي زيها. ارجوك يا رب، ارجوك. خلاص يا ستي، كل حاجه بقت تمام، بس انا نفسي اخواتي يستلموا الشغل. انسه كريستين. ايوه، حضرتك تعرفني؟ لا، بس كنت عايز حضرتك في موضوع. ايه البجاحه دي؟ ثانيه يا ناس، انا اسفه جدا، ما اتعودش اتكلم مع حد غريب ما اعرفوش. لكن ممكن تتجوزيه. نعم افندم. انا كنت بقول يعني انك رفضتي انك تقعدي معايا علشان انا راجل غريب، على الرغم من انك موافقه انك تتجوزي راجل مش من البلد من الاساس. انت قصدك ايه؟ انت مين وازاي تتكلم معايا كده؟ انا سمعان، اسمي المعلم سمعان، رئيس شمامسة وأمين خدمة كنيسة العذراء اللي في الميدان. وجاي هنا ليه؟ عشان تلم التبرعات؟ لا، أنا جاي هنا علشان ألم الزبالة وأركنها على جنب. زبالة في عينك. مش صعب على كفيف زيي من 35 سنة إنه يحس بحركة اللي قدامه. ماشي، أنا هعرف إزاي أوريه. أنت ما تهمنيش، أنا جاي هنا مخصوص علشان خاطر كريستين. يلا يا كريستين. طب خليني حتى اسمع هو عايز يقول ايه. ماشي، خليكي انت هنا عقبال ما اجيب له اللي هيربيه. من فضلك امشي قبل ما تجيب لك البلطجيه. انت ايه اصلا جايب لك مكان زي ده؟ وانتي، انتي ايه اللي جابك هنا؟ ياه، دي قصه طويله قوي. انا واخواتي الثلاثه كنا عايشين عيشه حلوه خالص، عمرنا ما حسينا باي مشكله. بابا، بابا الله يرحمه كان معيشنا في نعيم، لكن بعد ما مات حياتنا بقت جحيم. جحيم؟ جحيم ازاي؟ بابا كان شغال سواق، ما كانش حلته ولا معاش ولا يحزنوه. التعويض اللي خدناه ما كملش معانا السنه. ساعتها اتعرفت على ناس طلبت مني اني انسى وافرفش، عرفتني بالمسي، قال لي محتاجه اهتم بنفسي، جاب لي هدوم ومكياج وحاجات كتيره قوي. الحاجات دي مقابل ايه؟ مقابل ايصالات امانه خدها عليا في اللحظه المناسبه. جاب لي عرض الشيخ يعقوب، جواز عرف لمده شهر $200,000 وشغل اخواتي في بلد عرب. ساعتها رفضت ورحت حكيت لاخواتي، ضحكوا عليا وقالوا لي فيها ايه. صح، 30 يوم بعد كده الدنيا وما فيها. ياه، دي بيعه رخيصه قوي. تقصد اني ببيع نفسي؟ لا يا بنتي، انت بتبيع المسيح، بتبيع دمه، بتبيع حبه ليكي. يعني كنت عايزني اعمل ايه؟ نعيش ازاي؟ هو احنا عايشين بالفلوس يا بنتي؟ احنا عايشين ببركه ربنا. ربنا اللي بيدينا كل اللي احنا محتاجينه، ربنا اداكي نعم كتيره قوي. وخدها مني. هيعوضك، صدقيني هيعوضك، بس انت اصبري وما ترميش نفسك في دوامه ما انتش عارفه اخرتها ايه.
تقصد ايه؟ على فكره هو شهر واحد وبعد كده هتوب وارجع الكنيسه تاني ومش هحتاج حاجه من حد وهفضل طول اليوم في الكنيسه. ده كلام كلام بيضحك بيه الشيطان عليكي. الازاز لما بيتخدش صعب قوي انك ترجعيه زي ما كان. لا وايه؟ الخدش بيكبر وبيكبر لحد ما الازاز بيبقى مصيره الزباله. يعني ايه؟ يعني الفلوس الحرام ما بتدومش. الفلوس اللي انت اخدتيها دي او اللي هتاخديها ساعه ما تخلص هتحتاجي تاني وتكرري اللي انت عملتيه شهر ورا شهر سنه ورا سنه زي كره اترمت من فوق جبل عالي. صعب صعب انك ترجعيها وتوقفيها وتضيعي زي كل اللي ضاعوا. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اطلبي ربنا اطلبي ربنا صليلي عيطيلي خلي عينك دايما عليه. صدقيني الفلوس دي كلها بتاعته والشغل بتاعه والحياة كلها بتاعته. هو ضابط الكل. ربنا صادق في كل وعوده معاك مش زي الكذاب اللي انت ماشية وراه. وبعدين مين قالك ان يقود ده هيوفي بوعده معاك؟ مين قالك انه هيسيبك بعد شهر؟ مين قالك انه مش هيخليك تشتغلي خدامة تحت رجليه؟ واخواتك اخواتك ايه اللي يضمنلك انهم يفضلوا في اشغالهم؟ لا يا بنتي لا لا اوعي تتعلقي في سراب وتمشي وراه. امسكي في يسوع امسكي فيه جامد وصليلي صليلي وعيطيلي وقولوا لي يا رب نجيني زي ما بطرس صرخ وقال له يا رب نجيني يا رب نجيني يا رب نجيني. بس عارف عارف انت خايفه من ايه وصلات الامانه. ما تخافيش ان شاء الله هنجيبها لك. هتجيبوها لي؟ انتم مين؟ اخوات ليكي عايزين يساعدوكي. ياه في اخوات ليا عايزين يساعدوني؟ في حد دلوقتي عايز يقف جنبي ويساعدني من غير ما ياخد مني اي حاجه؟ طبعا طبعا يا بنتي. فيه اهو اهو يا مس الزهره وليه النعم. في واحد عايز ياخد العروسه منك. مين؟ هيكل اراجون؟ ولا الحراس بتوعتي في رموفر؟ يا حراس عليكم بيه. ايه ده؟ خير؟ في ايه؟ مين دول؟ دول حراس ياقوت يا معلم سامعين. حراس ياقوت؟ دول باين عليهم ضخام جدا. بياكلوا ايه دول؟ ما شاء الله. ضخام جدا جدا يا معلم سامعين. ما شاء الله ما شاء الله. لا الحمد لله الحمد لله والشكر لله اني كفيف لاني لو كنت مفتح كنت اكيد مت من الخضه. اسمع تمشي من هنا حالا مالكش دعوه بكريستين. شوف وشك هنا تاني. حاضر حاضر ان شاء الله لما اشوف لما اشوف ان شاء الله. شوف ايه يا معلم سمعان احنا في ظهرك ما تخافش. معلم موسى جيت فوق. الله صليب على ايه ده ايه ده ايه ده انتوا مين ايه انتوا مين ايه انتوا مين جاي لي بمرايتك يا كلب؟ فاكر نفسك هتخوفني؟ انت بره الموضوع ده ازمر ودنت. ها اسحب رجالتك والا لو طلعت بره ألف مصري يجي هنا يفرمك. طلع ابو في مصر يا عم. اوعى ايدك مفيش حاجه معايا. اوعى ايدك في ايه؟ امسك يا معلم كده تحرقه. يستاهل والله. اه الوصولات سليمه. الوصولات الوصولات يا معلم سمعان. سلم ايديك يا معلم موسى انت والمعلم صليب. تعيش تعيش. يلا صليب يلا بينا يا رجاله. خدي يا بنتي الوصولات بتاعتك حريتك. تعالي خديها تعالي ما تخافيش.
تعالي. حريت أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. يلا يا بنتي يلا نمشي من هنا، يلا بسرعة. أما أنت بقى يا ولي النعم فعندي ليك حتة عروسة اسمها مرجو، بس إيه حكاية حكاية. صدق ما حدا جاب لك كافيه غيرك انت يا وش الغربان. انا يا حراس ليه بس شيلوه واضربوه. يلا يا ولي النعم ما ينفعش كده. طب استنى نتفاهم بس نتفاهم. اقول لك حاجه، الله يخرب بيتك يا ولي النعم. بالراحة يا ماري بالراحة. هو انت بتجلي رجل كرسي يا بنتي؟ حاضر يا بابا، هو بالراحة خالص اهو. او خلاص اهو بالراحة. انت بتضحكي يا ماري؟ ما هو بصراحة يا بابا منظرك انت وعمو صليب يفطس من الضحك. ماشي ماشي يا ماري. معلش معلش الله يسامحك. ما انت بس يا بابا لو تفهمني اللي حصل. افهمك ايه؟ ما انا فهمتك كتير. تعالي تعالي اقعدي. عايزة تفهمي ايه؟ دلوقتي يا بابا انتوا مش خدتوا الوصولات؟ وانت وعمو الصليب كان معاكوا رجالة؟ دخلتم خدتوا الوصولات والراجل الخليجي سابكم وخرجتم من الصالة سليم؟ سليم. طيب يبقى ايه اللي عمل فيك انت وعمو الصليب كده؟ بص يا ستي. بصيت احنا لما خدنا الوصولات وخرجنا من صالة الديسكو لقينا اتنين بلدوزر وواحد 4x4 واقف قدام الصالة. ليه؟ هي صالة الديسكو كانت قدام أجانس عربيات؟ لا يا ماري، أجانس العربيات هو اللي كان واقف قدام صالة الديسكو. يا بابا كانت هتفرق في إيه يعني؟ إيه اللي يا ماري افهمي يا ماري، أنا قصدي أقول لك إن الديسكو كان ليه حراسات، اتنين ضخام كده زي البلدوزر، واحد صغير قد الفور باي فور كده. طب وبعدين؟ بس يا ستي، كله شاف كده، كل الشباب الحلو شاف كده جريوا الا ابوكي. شاطر يا بابا. ابوكي ما يجريش. برافو يا بابا. ابوكي ما يهربش. برافو برافو. ابوكي الكعبل الاخر. كعبل ازاي؟ واحد كعبلنا الله يسامحه بقى. المهم صليبا ما شافني لوحدي كده صعبت عليه صعبت عليه فوقف معايا. صليب ده راجل فعلا. حبيبي يا صليب. صليب استشهد يا ماري. استشهد ايه يا بابا؟ عمو صليب جوه بيربط ايديه. ايه اللي استشهد؟ كان اخر اخر حاجة قالها وهو بينازع لما كانوا بيضربوه، اخر كلمة قالها الله يخرب بيتك يا موسى وبيت شرطك. ده كلام حبيبي يا صليب. انت متأكدة انه جوه؟ اه يا بابا شفته. صليب حي؟ اه شفته. الحمد لله الحمد لله. بس يا ستي انا لقيتها خناقه كده، بخناقه بقى بخناقه، فرحت قايم. وانت عارفه بقى ابوكي لما يقوم. طبعا. انا قمت من هنا دماغي خبطت في تند حديد. تند حديد؟ اه تند حديد. البلدوزر الاولاني كان مركب تند حديد اللي هي توكه الحزام بلغتنا احنا. معلش. دماغي خبطت في التند الحديد لفت الدنيا لفت الدنيا دخت فقت بقى على المرجيحة. مرجيحة؟ مرجحوني يا ماري مرجحوني. طب وعمو صليب اتمرجح؟ ما هو اللي كان بيعمل الفو. معلش معلش يا بابا، بس انتوا برضو خدتوا بركة حلوة. خدنا بركة سيدي المراجيحي. المراجيحي؟ بقولك اوعى تكوني قلتي لامك على ال لا 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 يا بابا خالص. الست مش ناقصة ابنها في السجن ولا جبت سيرة وجوزها في الاصلاحية، يعني صعبة اوي.
عشان كده انا كلمتك على الموبايل عشان ما يا بابا صحيح، انت اول ما كلمتني كلمت واحد كل الناس بتشكر فيه قوي، بركه، علشان يجي لنا على هنا. راجل بركه؟ اه زي البابا كرولوس كده الله ينيح نفسه. لا انا مش عارفه، بس كل الناس بتشكر فيه. مش عارفه يا بنت باري، زمان ابويا خدني عند البابا كرولوس، والبابا كرولوس سلام لحيله يصلي عننا شفاعته، ضربني بالصليب وقال لابويا ابنك ده هيبقى راجل جدع. طبعا يا بابا، وانت راجل جدع. سلام لحيله. اسمه بقى ايه الراجل البركه القديس؟ اسمه القسيس نسطور. سطور؟ نسطور يا بابا بالنون، نسطور سطور. وهو بيصلي في انهي جزاره؟ في انهي كنيسه؟ لا يا بابا، هو ملوش كنيسه. يعني ايه ملوش كنيسه؟ هو في قسيس يا بنتي من غير كنيسه؟ يا بابا هو كده كده، هو في حاجه كده بس بقى جه خلاص. اصل حاجه غير قسيس كده غير كنيسه. خلاص يا بابا هتفضحنا. جه ايه؟ اصل ايه؟ الله يخرب بيتك يا موسى. خش يا علي. يا صليب انت عندك مغص؟ اليوم اللي شفتك فيه. خش يا سلام. سلام ده راجل بركه. سلام، ازيك يا معلم موسى؟ ازيك يا اقول له ايه يا ماري؟ ما تقلقش يا معلم موسى، قول لي يا نسطور. مين؟ يا موسى عمرك ما سمعت عن حد اسمه سطور؟ عادي جدا يا، مش ناقصه تقطيع. هي اهلا اهلا. سلامتك الف سلامه يا معلم. الله يسلمك. لا ده كده اتنين بيهزروا معايا، ما تاخدش بالك. بابا احب اعرفك، القسيس نسطور، واول ما سمع مشكله جورج اخويا جه علشان يساعدنا. والله يشكر. اتفضل اتفضل. شكرا يا معلم. اتفضل يا، اقول له ايه بس ده؟ طب انا هستأذن يا بابا. يلا اتكلي انت. باي. ربنا يباركك. لا ليه ليه يا عم؟ في ايه؟ انت كفايه يا معلم موسى. انا كفايه ازاي يعني؟ هو انت بعد حضرتك ما سلمت عليا لقيت على ايديا اثار زيت او حاجه؟ قوم يا معلم موسى. بعد اذنك يا معلم موسى قوم من على كرسيك. قوم يا صليب. انا الابله ما قالتليش قوم. ده شكله هيعبطني يا صليب. لوحدك شكلك ما عملتش الواجب يا موسى. نعم. فين انت كمان؟ احضري ايتها الروح. قصاك ده مخلف. سلم نفسك. نعم لازم تسلم نفسك. حضرتك مش واخد بالك، انا ابن المتهم وسلم نفسه خلاص. وانت كمان لازم تسلم نفسك. انت بتشك في احد ظابط؟ لا، سلم نفسك ليسوع. يا راجل يسوع بيحبك. مش معقول. طبعا. نعم تعال هنا يا صليب. مين ده يا موسى؟ ده راجل بتاع اعمال جاي يزورنا. اسكت. الكتاب يقول ان كان لكم ايمانا مثل حبه الخردل. خردل هتنقلوا الجبل. انتقالات. ارحمنا يا رب. انتقالات انتقالات. ده الهيئه المصريه للانتقالات. ده شكله كده انتقالات اوبشن. بس اخرف اخرف. أنا دلوقتي هصلي لكم. في إيه؟ بس قبل ما أصلي لكم كل واحد يحط وراه مسدس عشان نسلم نفسنا صح يا صليب. لا يا معلم. لا يا صليب. كل واحد يحط وراه كرسي، لأن أنا لما بصلي بيقع على الأرض، فبدل ما تقع على الأرض. صلى لكم قبل كده؟ تقع على الكرسي. يعني حضرتك بتصلي للناس فالناس بتقع. ايوه. وحضرتك يعني دلوقتي يعني هتصلي لنا فاحنا نروح واقعين. مظبوط. فيك الخير. وحياتك يا سطور، اوعى تصلي لصليب، انا مش حامل اللي هيحصل. من الاخر انا دلوقتي هصلي لابنكم المسجون. طيب يا سيدي نشكر. حط الكرسي وراك يا سطور. خلاص الواد خد اعدام خلاص. ممكن تقع. الله يرحمك يا جورج. يا يسوع يا حلاوه.
فك قيوده، انقذه من سجنه، انتشله من قيود الخطية الرابضة جواه. ابنك مات يا جورج، ابنك جورج مات. انتشله من قيود الشيطان الوعدة المتوعدة، انتشله يا يسوع، انتشله. وانت مش هتنتشله؟ انتشله. قوم اقف. مسك الواد. قوم اقف. مسك الواد. قوم اقف. مسك الواد. قوم اقف. سيب الواد. سيب الواد. خلاص يا موسى. محدش يضرب نار. خلاص. خلاص يا موسى. خلاص يا معلم موسى. انا هختم. اختم. اختم. ورا خلينا يمشي ده. لا. لا. انا هختم الصلاه. امين يا ليلو يا ده. بس بس جاز مش تقصاها خالص دي. جاز مش تقصاها دلوقتي. هو عارف. اتفضل اختم. رجعنا للنيله دي تاني. طب اسمها ايه الروح اللي انت جايبها نادلها تكون موجوده بتتفرج ولا حاجه؟ ايه ده؟ ايه يا موسى اللي انت جايبه لنا إيه ده؟ الله يخرب بيتك يا ماري. انهار اسود. حتى ميري الله يخرب بيتها لا حول الله. ايه اللي بتشوفه ده لشبابنا؟ ايه اللي بتشوفه ده لشبابنا؟ بقى شبابنا بيقابل كل ده؟ مخدرات وديسكو وفلوس حرام سهله والاكاده للسطور. سطور. طب شبابنا يعمل ايه؟ ازاي هيقف وسط كل ده؟ مين اللي هيوعيه؟ مين اللي هيقوله؟ مين اللي هيربيه؟ والاهالي ما بقتش فاضيه تربي. الراجل من الصبح لليل بيجري على لقمه عيشه، والست لو مش بتشتغل طيبه مش زي بنات اليومين دول. طب ده انا مراتي اوديت ما بتعرفش تقول كلمتين على بعض مع ماري. يتربوا ازاي يا موسى؟ المثل بيقول لك قالوا فلان ده متربي، قال لك ده من ربي. صح صح يا صليب. عشان كده الراجل مهما كانت مشغولياته لازم الصبح بدري ولاده يشوفوه وهو واقف يصلي، وقبل ما ينام لازم يقف ويصلي، والام برضه، ويعلموا اولادهم انهم يمسكوا في ربنا والكنيسه والصلاه لازم. وعلى طول لما اولادنا يصلوا ويتعلموا الصلاة من صغرهم لما يكبروا عمرنا ما نخاف عليهم، أصلهم بقوا في إيد ربنا. وأنتوا هتخافوا على أولادكم أكتر من ربنا؟ ما يتهيأليش أبدًا. عشان كده كل أولادنا لازم يكونوا في الكنيسة من صغرهم. أمال إيه؟ مش تقول لي سطور؟ بس قبل ده كله لازم تسلم نفسك. ترجعت تاني؟ طب تعالى يلا بقى. خد يا جماجي. تعالى تعالى يلا. معلم موسى، معلم موسى، يا معلم موسى. ترجس. ايوه يا معلم موسى. ترجس انت ما متيش يا بنتي؟ لا يا معلم موسى انا ما متش. الله يطمنك الله يطمنك يا بنتي. امال كنت فين الفتره اللي فاتت؟ أنا كنت في المكان اللي لم تراه عين ولم تسمعه أذن. فهمتك. تقصدي؟ أيوة يا معلم موسى. طب صليلي صليلي يا بنتي، صليلي وانت واقفة قدام عرش البدر. ياه، اوعي تكوني زعلانة من اللي عملته معاك. زعلانة؟ الكلمة دي غريبة خالص علينا. أنا في مكان ما فيهوش غير الفرح وبس. للدرجة دي؟ أيوة يا معلم موسى. والفرح اللي إحنا بنتمتع بيه أهو ما فيهوش أي كلمة توصفه. ما فيهوش خوف، ما فيهوش قلق،
ما فيهوش برد ولا ضلمه. يا رب نقولها. درجة كان ليا طلب عندك. قول يا معلم موسى. مين يا بنت اللي عمل عملية السودة دي معاك؟ لا خافي إلا وسيعلن يا معلم موسى. أيوة يا بنتي أنا عارف، بس أنا عايز أطمن على ابني. مين اللي عمل عملية السودة دي معاكي؟ لا خافي إلا وسيعلن. قولي لي يا نرجس طمنيني عشان خاطر عمك موسى. لا خافي إلا وسيعلن. قولي لي يا نرجس. لا خافي إلا وسيعلن. قولي لي يا نرجس. لا خافي إلا وسيعلن. قولي لي يا نرجس. يا ماري يا ماري. ايوه يا بابا. شوفي يا بنتي الباب بيخبط. حاضر. ناس معرفه اخويا جورج. خليهم يتفضلوا. بقولك يا ماري سيبي باب الشقه مفتوح يدخل هوا بدل الصهد اللي احنا قاعدين فيه ده. حاضر يا بابا. اتفضل. اهلا وسهلا. ازيك يا معلم موسى؟ لا يا بنتي كده بس. ايه اخبار استاذ جورج؟ يا اهلا وسهلا اتفضلوا. ازيك يا معلم وايه اخبار استاذ جورج؟ اهو نشكر ربنا كنت عنده من يومين احسن الحمد لله. شكرا للسؤال. بقول لكم ايه، ما تاخذونيش بس في السؤال، انتوا تعرفوني منين وتعرفوا ابن جورج منين؟ أنا يا معلم اسمه منعمة وديت نعمة بنتي وده جوزها ميخائيل أرسان جداد يا معلم. طب يا ستي ألف بركة. بركة؟ البركة دي عمرها ما كنا نحس بيها ولا حتى هتخش وسطينا من غير الله يبارك له سيدي الأستاذ جورج. جورج مين؟ جورج ابني؟ البركة. البركة القديس يا معلم. إن شاء الله إن شاء الله يا رب يفك سجنه. تعرف يا معلم ده لو بص للقاضي بس بوش الملكي ده هاخد براءة على طول يا معلم. ايه يا ست اللي انت بتقولي؟ انا لو بص بوشه يا ست انا فعلا مكفيني بلا خوتة. معلش يا معلم موسى اعذرنا كلنا. اللي عمله استاذ جورج ابن حضرتك ما يعملهوش غير راجل اسد من اسود جيش المسيح. اسد من اسود؟ ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ بقى انا ابن جورج بركة وراجل واسد؟ انتوا بتتكلموني على واحد معرفوش ولا ايه؟ ايه ده حضرتك وهنقول لك على كل حاجة. احكي له من الاول يا ماما. احكي لي من الاول يا ماما. مجد سيرك يا معلم موسى. المجد لاسمه. من فتره يا معلم الولاد كانوا مخطوبين والخطوبه طالت والمشاكل كترت والعين بصيره واليد قصيره وانا ارمله ومش بيدي حاجه يا معلم. رحت الكنيسه وقفت قدام سوره العذراء عيطت لها شكيت لها همي قلت لها حليل المشكله مش عارفه اجوز العيال. خلصت الصلاه من هنا لقيت مدام فيوليت في وش مسكت فيها حكيت لها على اللي حصل قلت لها محتاجه فلوس. في دخلت سلو استاذ جورج سمعني وانا بتكلم وفجاه لقيته بينادي عليا اداني يا معلم كل اللي في جيبه. تخيل يديني كام يا معلم؟ ما انت قلت يا بنتي انا عارفه هيديك كل اللي معاه 300 400 12 ألف جنيه حضرتك. كم؟ 12 ألف جنيه. تعالى كده تعالى كم تاني؟ 12 ألف جنيه. جابهم منين؟ ما أعرفش. جابهم منين؟ 12,000 جنيه. 12,000 جنيه. لا اقعد افتكرتكم اقعد. انتوا بقى بتوع ال 12,000 جنيه؟ اوضه النوم والبوتاجاز وعبده صرامتها ما هو ماما يا معلم ما رضيتش تاخد فلوس في ايديها. لا اصيله ما رضيتيش تاخدي فلوس في ايديكي. اصيله أصيلة. مين ده؟ أنت بقى العريس؟ أيوه. مبسوط؟ الحمد لله نشكر ربنا.
رحت اسكندرية ها؟ لا يا معلم. لا يا معلم. بصراحة احنا بعد ما جبنا الحاجة واتجوزنا قرينا في الجرايد عن مشروع الاسكان اللي في المدن الجديدة اللي كان ضمن برنامج مبارك الانتخابي. ضمن برنامج الرئيس مبارك الانتخاب، مش ده اللي كان بالقرعة؟ كان هدفي اني اسكن في شقة تسعني انا ونعمة وماما. والله انت اهدافك كلها زي الفل. وبعنا كل الاجهزة بثمنها يا معلم، وكملنا بالفلوس اللي كانت معانا. واتكلنا على ربنا وبركة ست العذراء وقدمنا. ومن يومين جه ميعاد التخصيص وكانت المعجزة. لقيت اتخصص لي حتة أرض متميزة جدا. ومسافة ما خدت الورقة لقيت 1000 واحد عايز يشتريها مني. لغاية ما جالي واحد عربي صاحب شركات كبيرة دفع لي 500,000 جنيه. كم؟ 500,000 جنيه. 500,000 جنيه؟ اه. تعالى كده. عندك مراية؟ لا. ما عندكش مراية. معاك 500,000 جنيه ما عندكش مراية في بيتك؟ لا ما عنديش. مش عندك 500,000 جنيه؟ اه. اشتري بيها مراية، مش كلها؟ طبعا. وحط المراية قدامك. وبص لشكلها كده بقى دي اشكال يبقى عندها 500,000 جنيه. حاضر. يا بركة العذراء. صحيح صحيح. واحنا لقينا ان الفلوس دي مش بتاعتنا احنا بس، الاستاذ جورج ليه نصيب فيها. فاول ما خدنا الفلوس رحنا الكنيسه صلينا وجينا لحضرتك عشان نديك نصيب الاستاذ جورج 250,000. ابن انا. اتفضل يا معلم موسى. اتفضل. اتفضل يا معلم. اتفضل يا معلم. يا ابني ما اتفضل في ايه؟ مش عارف اقول ايه. ساعة ما حكى لي على اللي حصل انا لومته. واتريقت عليه وكل اللي يسمع عن الحكايه يتريق عليه. لكن دي بركه العطاء فعلا. هاتوا العشوره جربوني. انا ما اقدرش اقبل منكم الفلوس دي. الفلوس دي بتاعته هو، يرجعها لكم، يتبرع بيها، ياخدها، هو حر. انا ممكن اشيلها امانه لغايه لما ربنا يخلصه. عموما ألف شكر ليكم. ألف شكر. عن إذنكم. اتفضل يا معلم. سلام يا معلم موسى. أهلا يا معلم سمعان. اتفضل يا معلم سمعان. استعدوا الله يخليك يا ميخا. أنتوا غيرتوا الديكور ولا إيه؟ رجعناه شوية. طيب. اتفضل يا معلم. معلش أنتوا مش غرب، أستأذن أنا. لا يا معلم، إحنا نستأذن وهنضطر نمشي، وربنا يكون معاك، والست العذراء تكون مع الأستاذ جورج. شكرا يا ستي، ألف شكر. عن إذنك يا معلم. إزيك يا ست منعمة؟ الحمد لله يا معلم سمعان. إيه؟ غايبة عننا يعني؟ لا أبدا يا معلم، تحت النظر. وأنا عندي نظر من الأساس. ما تقولش كده يا معلم سمعان، ده أنت راجل متعلم ومتنور وبتاع ربنا. الله يخليك. أنا بس يعني كنت خايف لا تكوني لسه زعلانة علشان الأستاذ مخلص مرضاش يديكي ورقة السلفة من الكنيسة. زعلانة؟ لا أبدا، الحمد لله، فرجه قريب يا معلم، وإحنا لقينا اللي أحسن مليون مرة من الأستاذ مخلص بتاعك، الخادم، تلميذك يا معلم. خلاص يا ماما مفيش داعي. كلمة يا معلم خدها من ست لا بتعرف تكذب ولا تجامل. الأستاذ مخلص بتاعك ده ما يجيش واحد على مليون من الأستاذ جورج. ربنا يسترك يا أستاذ جورج، يفك سجنك يا رب. عن إذنك يا معلم. يلا يا أولاد. يلا يا ماما. ربنا يسترك يا أستاذ جورج. إيه الظاهر إنها كانت محتاجة الفلوس فعلا، لكن الأستاذ مخلص بقى معرفش يقدر الموضوع كويس. عموما أنا هخليه يكلمها ويصالحها إن شاء الله. معلم موسى. أهلا. إزيك يا بولا؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. انا زعلان خالص علشان الاستاذ جورج ما بشوفهوش خالص. انت زعلان عشان الاستاذ جورج ما بتشوفهوش. معلش يا بولا، انت بتحب الاستاذ جورج يا بولا؟ قوي قوي يا معلم سمعان. طب صلي له يا حبيبي، صلي له. انا دايما بصلي له.
طبعا اذنك انت انا هروح لتيتا وديه. ماشي يا حبيبي اتفضل. اهلا يا روماني ازيك؟ تعالى اتفضل. المعلم موسى موجود بس جوه. اتفضل. حاضر يا روماني. الا انت مش ناوي تعقل كده يا روماني؟ يعني تستهدى بالله كده زي ما بيقولوا وتبطل وقفه بره ومعاكسه البنات ومضايقه الخلق؟ سمعت حاجه يا معلم؟ بامانه انا فرحان عن الكلام اللي سمعته عنك الكام يوم اللي فاتوا، وخصوصا وقفتك جنبنا يوم ما رحنا صاله الديسكو. طب الحمد لله يا معلم، ولسه مستر جورج يخرج حاجات كتيره قوي هتتغير فيا. اشمعنى؟ مش عارف اقولها لك ازاي يا معلم. قولها باي طريقه يا حبيبي. انا شفت المسيح مع استاذ جورج. حلوه. من غير تريقه يا معلم، من غير تريقه. في الاول استاذ جورج لما كان بيكلمني وينصحني كنت بتريق عليه وامسكه طريقه انا واصحابي، لكن شويه بشويه حبيت اسمع كلامه قوي رغم ان كان فيه لوم ليا، وجات عليا فتره بقيت ادور عليه عشان يكلمني. يا راجل ده انت اخدته معاك علشان تقابله بنات من اياهم. مين قالك؟ استاذ مخلص مش كده؟ هو انا اخدته معايا عشان يزعقلي يسمعني كلمتين او يجاريني، وكده بقى انا ريحت ضميري. ها وعمل ايه يا ترى؟ زعقلك ولا مشي مع الطيار؟ لا دي ولا دي. امال عمل ايه؟ قعد يعيط جامد قوي، ولما سألته بتعيط ليه بص لي وقال لي ياه بس احنا بقى رخيص للدرجه دي. ساعتها حسيت بسلاكين بتقطع فيا، ولما قلت له كده خدني وروحنا الكنيسه عشان نصلي، وانا عمري ما دخلت الكنيسه عشان اصلي. انا دخلت عشان اعاكس في دي واتريق على ده واطلع كلام على دي. هو دخلنا عشان اصلي، ولأول مرة في حياتي أعترف. عرفت إن أنا شفت المسيح مع أستاذ جورج. والكلام ده قلته للأستاذ مخلص لما جالك افتقاد؟ مخلص ده حكايته حكاية معايا. إزاي؟ سعادة البيه الخادم المحترم عرف مني مواعيدي وراح البيت من ورايا. صح يا معلم؟ راح البيت من وراك يعمل إيه يا ابني؟ معرفش. معلم سمعان اتضرب بسرعه يا معلم، اتضرب بسرعه. ليه يا ابني؟ في هقول لك بعدين. تعالى بس يا معلم. بالراحه. انت بتشوفش؟ بالراحه عليا. ايه ده روماني انت؟ هنا ازيك يا روماني؟ ازيك يا استاذ مخلص؟ ما شفتش يا ابني المعلم سمعان النهارده؟ عايزه ليه؟ عايزه عشان تسبق وتحكي له اللي حصل بطريقتك. اللي حصل هو ايه؟ اللي حصل يا عم انت بتقول ايه؟ يا لهوي ملاك بريء قاعد قدامي. اللي انت عملته رحت البيت وانا مش موجود، حصل ولا لا؟ لا لا قصدي انا رحت يا رماني عشان الافتقاد انت عارف. وبعدين يا رماني انا ما كنتش اعرف يا حبيبي انك مش موجود في البيت. ولا ما تصعش عليا، انا مش عايز صغير عندك في درس الاحد تضحك عليه بكلمتين. يا رماني يا حبيبي لا تصيع عليك ولا تصيع عليا، لا تصيع عليك ولا تصيع عليا. يا رماني احنا شباب زي بعضينا واكيد هنفهم بعض، وانت عارف الحب والعواطف. حب ايه وعواطف ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ هو انا مش عارف صاحبك يا خلاص يا رماني. بص انا اللي هاجي عندكم البيت ولا عايز اعرفك ولا اعرف افتك، بس ارجوك اوعى تقول للمعلم سمعان ولا يعرف حاجه ان جيت عندك ولا اي حاجه. ها يقول لي على ايه يا مخلص؟ معلم سمعان خسارة كل ده يطلع منك. سامحني يا معلم، ضعف بشري، الشيطان عماني وما قدرتش اقاوم. سامحني ارجوك. اسامحك على ايه ولا ايه؟ استعمتني منك لله. سامحني يا معلم، واوعدك انها هتبقى ديت اخر مره، بس اديني فرصه تانيه. سامحني ارجوك، سامحني يا معلم واديني فرصه تانيه. حاضر
لما لا يا معلم اوعى تقول لي لما اشوف. ما بقاش ينفع يا ابني، خلاص ما بقاش ينفع صدقني، لاني شفت وعرفت كل حاجه. روح اعترف وصلي، صلي لربنا يمكن يسامحك ويسامحني. شفت كل حاجة. أحسن من أي مفتح موجود، كنت فرحان بنفسي إني رئيس شمامسة وأمين خدمة، ونسيت أهم حاجة، نسيت إني محتاج للتلمذة زي أي حد، وأدي النتيجة. الكتاب بيقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرها أمام الرب، وأنا عملت الاتنين، عملت الاتنين يا رب. ظلمت جورج ونرجس وهم أطهر مني، وديت لمخلص مجد ما يستاهلوش. كل دي خطايا أنا عملتها يا رب بحقك. أرجوك سامحني يا رب، سامحني يا رب، سامحني، سامحني. يا سلام، عظيم قوي اللي سمعته منك ده يا معلم سمعان. سابونا. ازيك يا معلم سمعان؟ ازاي صحتك؟ عامل ايه؟ عظيم. ابونا بحاله هنا. ازيك يا معلم موسى؟ ازيك يا ابونا، نورت البيت. انا كنت جاي اقول لك كلام كتير يا معلم، بس المعلم سمعان وفر عليا. كلام ايه؟ ايوب البار يا معلم لما حس ببره ربنا دبر له تجربه صعبه،
ويوسف الصديق يا معلم لما حس ببره ربنا برضه دبر له تجربة. قصدي أقول علشان نطلب من ربنا يرفع التجربة عنا لازم ننسى إن إحنا معلمين، ونفتكر إن إحنا تلامذة، قطيع صغير مش كبير، عشان لما نحس إن إحنا صغيرين هنحس قد إحنا ضعفة محتاجين ربنا. ساعتها بس هنجري على ربنا وهنخبط على بابه وهو هيفتح لنا وعمره ما هيسيبنا. صدقني يا معلم لو عايزين ربنا يرفع التجربة عنا لازم ننسى إن إحنا معلمين ونفتكر إن إحنا تلامذة. لازم ننسى إن إحنا معلمين ونفتكر إن إحنا تلامذة. ربنا معاك يا معلم موسى، ربنا معاك. تعيش يا أبونا تعيش. صلواتك صلوات القديسين يا معلم. ربنا معاك ربنا معاك يا معلم. جاي معايا يا معلم سمعان على الكنيسة؟ ايوه يا أبونا، بس عايز اقول كلمة. اتفضل يا معلم. للمعلم موسى، انا حاسس ان ربنا هيزيح الغمة دي قريب قوي. صلواتك صلواتك يا معلم سمعان يا اخويا يا حبيبي. بجد يا معلمين ربنا يخليكم انتوا الاثنين لكنيستنا. بالاذن يا معلم موسى بالاذن. اتفضل يا معلم سمعان تعالى معايا. تعالى الباب هنا. خطايا وشروري يا ربي، كانوا عاملني كتير، ضعفاتي فرحت وأساءت لما كانوا بيقولوا لي يا معلم يا معلم. خطايا اتغريت وشروري في كلام المدح من صليب وصحابي، السطوة والغرور كانوا بيجروني قلبي زي الساقية لما تدور تبر الطور من بنجة الطور يقعد يلف ويلف ويلف منعاني لغاية ما داس برجليه اتنين مالهمش ذنب خسارة يا موسى يا معلم يا كبير يا خسارة يا خسارة. لكن لا لا انت انت يا رب حنين مش هتاخد مش هتاخد ابني بذنبي هتقف معانا. انت المحبة انت الرحمة عمرك ما هتظلم ابني بسببي. انا يا رب بعترف لك انا غلطت غلطات كتير افتكرت اني معلم، لكن انا بقول لك سامحني سامحني يا رب. انا عارف قد ايه انا جرحتك، انا عارف قد ايه زعلتك، لكن انت الرحمه انت الحب انت اللي عمرك ما هتاخد ابني بذنبي عشان خاطر الحضره والقديسين عشان خاطر حبيبك البابا كرولوس. يا بابا كرولوس فاكرني فاكرني يا بابا كرولوس. انا الولد الصغير اللي ضربته بصليبك وقلت عليا ان انا هبقى جدع. الولد الصغير افتكر نفسه انه كبر وضيع نفسه وضيع بيته وضيع ابنه. يا بابا كرولوس انقذني انقذ الولد الصغير. انا مش معلم انا ولا حاجه انا يا رب ولا حاجه، بس انقذ ابني انقذ ابني يا رب. انقذ الولد الصغير يا بابا كرولوس أرجوك يا بابا كرولوس انقذ الواد الصغير انقذ الواد الصغير يا بابا كرولوس انقذ الواد الصغير
يا بابا كرولوس يا بابا كرولوس. لا لا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا بابا كرولوس. حبيبي حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا بابا كرولوس يا حبيبي يا حبيبي. انا شفت انا شفت خلاص انا بطمن. يا رب بعت لي قديسك عشان يطمني. يا محبتك يا كبير يا معلم يا ضابط الكل يا ضابط الكل يا كبير يا محبة يا رحمة يا رب يسوع المسيح. ازيك يا روز؟ ازيك يا اخويا؟ عامل ايه؟ كويس. انت عاملة ايه؟ الحمد لله يا اخويا كويس. خير. اخبارك ايه؟ كويس. روز انا جبتك لسبب. انا لقيت نفسي بعد كل اللي حصل ان انا المسؤول عن كل اللي حصل لابني واللي الله يرحمها نرجس. عشان كده نويت اريح ضميري واروح بكره اعترف للنيابه ان انا اللي قتلت البنت نرجس. اللي انت بتقوله ده يا معلم؟ هو ده الكلام. لا يمكن اسيب ابني يتشنق قدامي واقف اتفرج عليه. ابنك بريء يا معلم. لا 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 يا روز، انا ابني ما يكذبش وابني اعترف قدام الناس. يا معلم يا معلم، موسى ابنك بريء، جورج بريء، انا متاكده. ايه اللي خلاكي متاكده يا روز؟ عشان اقول لك انا عشان ايه. عشان ما حدش قتل نرجس غيرك. انا لا. ايوه انت. تعالي نرجع مع بعض. البنت نرجس الله يرحمها طلع عليها كلام قبل ما تموت، كلام صعب وعلاقات مع واد وكلام كده غريب، وبعد ما ماتت الله يرحمها او اتقتلت الكلام ده طلع كله في شنك. مين مين اللي طلع الكلام ده؟ مش انتي؟ لا يا معلم. مين اللي اكتشف الكلام ده؟ مش انتي؟ لا يا معلم مش انا. يا معلم يا معلم، هي اعترفت لك بنفسها، انت ناسي ولا ايه؟ افتكر. لا انا فاكر كويس يا روز. افكرك انا، هي دي اللعبه الكبيره اللي انت عملتيها يا روز عليا وخالد. انه هي لما جت نرجس كانت بتكلمني على سر انا كنت فاكره السر بتاعها هي، علاقة غريبة كنت فاكرها يخصها هي، لكن المسكينة كانت بتكلم على سر تاني، سر حد تاني هي مخبياه ومتسطرة عليه عشان مش عايزة تفضحها. ولا فاكرة كلام الثقة ومش الثقة؟ طريها يا عيني، البنت كانت بتتسطر عليك انت يا روز. انا؟ ايوه. لا يا معلم. قتلتيها ليه يا روز؟ مش انا يا معلم. قتلتيها ليه؟ مش انا يا معلم. ليه؟ مش انا يا معلم. مش انا يا معلم. مش انا يا معلم. مش انا يا معلم. ايه؟ في ايه يا موسى؟ بلغ البوليس يا صليب. بلغ البوليس على مين يا موسى؟ روز. روز اختي هي اللي قتلت نرجس. لا انا ما قتلتهاش، والله العظيم ما قتلتها. اسكت يا صليب، ما تسمعلهاش. يلا. بس روز فعلا ما قتلتش يا موسى. يعني انت عارف مين اللي قتل؟ عارف. عايز تعرف مين اللي قتل يا موسى؟ ايه يا نرجس؟ في ايه مالك؟ بقى انا احفظ سرك انت والست روز بتاعتك تطلعوا عليا اشاعه ان انا ماشيه مع ود؟ حبكهاش بقى يا نرجس، يعني الموضوع عدى يعني وخلاص. يا معلم صليب انا بقيت في الشارع. انا هتصرف انا هتصرف. لا يا معلم صليب، انا بكره اروح للمعلم موسى واقول له على كل حاجه من طقطق لسلام عليكم. وبعدين اللي بينك انت والست روز ما فيهوش اي حاجه من الغلط، انتوا الاثنين كبار ومتفقين على الجواز، يبقى خايف بقى من ايه؟ خايف طبعا، خايف خايف يرفضني، خايف ان اخسره. عايزه امهد له الاول يا نرجس، اصبري شويه. لا سامحني يا معلم صليب، انا لازم اروح للمعلم موسى واقول له على كل حاجه. لا يا نرجس مش هتروحي تقولي له، مش هتروحي يا نرجس.
لا هروح، وبكره اقول له على كل حاجه. مش هسمح لك يا نرجس. تسمح لي ولا تسمح ليش؟ مش هسمح لك يا نرجس. مش هسمح لك يا نرجس. مش هسمح لك يا نرجس. قتلتها. ايوه قتلتها. انت يا صليب كان لازم تموت. قتلتها. كانت هتدمر كل حاجه. قتلتها يا صليب علشان روز. قتلتها يا صليب عشان سمعه روز يا موسى. قتلتها يا صليب غصب عني. غصب عني يا موسى. غصب عني. وهي سبها ايه المسكينه؟ قتلتها. وابني اللي في السجن قتلتها. والعشره اللي بيننا قتلتها. ليه يا صليب؟ قتلتها. ليه يا صليب؟ قتلتها يا موسى. قتلتها يا موسى. موسى ما تسيبنيش يا موسى. ما تسيبنيش يا موسى. ما تخليهمش ياخدوني يا موسى. ما تسيبنيش يا موسى. أنا عمري عمري ما هسيبك. لأنك عمرك ما سبتني. روح معاه. روح معاه يا صليب. روح معاه. ما تسيبنيش يا موسى. وادينا بقينا ادي كل المعلمين طلعوا. بس العيب ما كانش فينا. العيب في الدنيا كلها. فينا كلنا. الغلطه اللي بيقع فيها المعلم هو اللي بيقع فيها الصغير. ما بقيناش زي القديسين ايام زمان. لان بقينا نسكت على حاجات كتير. الواد يروح بيته اي وقت واحنا ساكتين. البت تلبس اي لبس واحنا برضه ساكتين. نجيب فلوس وتجيلنا فلوس من الحرام او حتى من الحلال واحنا مش عارفين ايه مصدرها وبرضه ساكتين. لكن لا، المفروض ناخد حقنا. المفروض ناخد حقنا كاولاد للملك. ناخد حقنا من عدونا الحقيقي اللي سلب حقك وحق كابن للملك. عارف تاخد حقك من مين؟ من الشيطان. الشيطان اللي بقى عايش في بيتنا وبيتك وبيتي. اطرده من بيتك. اطرده بصليبك. اطرده باجبيتك. اطرده بمسيحك. قول له قول له يا رب بهدلني كتير، تعبني كتير، ذلني كتير، ايدني كتير بالعيال والفلوس والهموم وانا مش قادر عليه. اطرده انت يا يسوع. اطرده يا رب. اطرده من بيتنا كلها. اطرده لانك انت المعلم الحقيقي يا رب يسوع.